صباح الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير يا جمانة وصباح الفل أحرقكم كلكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أيام قليلة ويبدأ الشهر الكريم، خلاص تقريبا باقي أسبوعين على بداية هذا الشهر. ربنا يديم علينا وعليكم نعمة كل هذه الأيام المباركة. طبعا كل سنة الدولة المصرية بتنظم معرض اسمه معرض أهلا رمضان في القاهرة وفي باقي المحافظات. المعرض ده بتبقى وظيفته إن هو يوفر احتياجات المواطنين في هذا الشهر الكريم، السلع الأساسية، السلع الرمضانية، بنتكلم فيه كل ما تتخيله، يعني من أول الفول اللي موجود على السحور، الزيوت، السمنة، الرز، المكرونة، كل الألوان والأشكال المختلفة اللي بتحتاجها المائدة الرمضانية متوفرة بالتحديد على أرفف وأماكن هذه المعارض المنتشرة في أنحاء الجمهورية. فواقع الدولة بدأت من فترة في تنظيم هذه المعارض، ووصل عددهم دلوقتي لأكثر من 100 معرض على مستوى الجمهورية. هتلاقي في كل محافظة على الأقل حوالي 3 معارض رئيسية، ده غير كمان الشوادر والسيارات المتنقلة اللي كمان بتوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن السوق. يعني زي ما جمانة قالت، هو فعلا 100 معرض اساسي اللي هو معرض اهلا رمضان، اللي هو بيبقى موجود في عواصم المحافظات، بيبقى موجود في الميادين الكبرى في القاهره وفي اسكندريه، وده اللي احنا عارفينه، دول 100 معرض. ولكن هناك حوالي 1200 فرع في المجمعات الاستهلاكيه اللي هي المنافذ الخاصه بوزاره الداخليه، الدفاع، التنميه المحليه، الزراعه، التموين، كل هذه الوزارات لها منافس خاص، بيبلغ عددهم حوالي 1300 فرع. هناك ايضا 1200 فرع في السلاسل التجاريه الكبرى، بنشوف سوبر ماركتات او هايبر ماركتس كبيره جدا مخصصه بارتيشن ويبقى مكتوب عليه اهلا رمضان، ده بيبقى نازل بنفس هذه الاسعار. المعرض ده بيعتبر فرصه مهمه جدا لكل المواطنين علشان يشتروا كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وخصوصا أن الدولة وفرت لكل تاجر ولكل عارض كل الخدمات اللي بيحتاجها في هذا المعرض بشكل مجاني، علشان تشجع هذا التاجر أنه هو يعرض سلعه بتخفيضات بتصل في بعض الأحيان ل 30%، و 30% دي بتبقى يعني في جيب المواطن، وأيضا بتضمن الدولة أن هذه السلعة تكون بجودة كويسة. أحيانا يعني من أهم النقاط كمان اللي الدولة حريصة عليها هي فكرة أو آلية المتابعة، بلاش نقول آلية الرقابة، آلية المتابعة لهذه المعارض، آلية التعامل كمان مع وجود وتوافر المنتجات في هذه المعارض، ده من خلال توجيهات للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة أنها تكثف من ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ، بالتزامن طبعا مع انطلاق معارض أهلا رمضان في المحافظات، وأيضا توجيهات للأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك عشان يتابعوا المعارض ويتأكدوا من التزام التجار بطرح السلع بالأسعار المخفضة. مرة تانية فكرة وجود هذه المعارض هي مهمة جدا، لأنه إحنا السوق المصري لا يخضع لتسعيرة جبرية، فيجب أن تكون هذه المنافذ والمعارض موجودة بشكل كبير جدا عشان تقدر أنها
توزن الأسعار أو توازن الأسعار اللي موجودة وتوافر السلع أيضا. دي نقطة مهمة جدا، فكرة وجود هذه المعارض بهذا الزخم وبهذه القوة والعدد الكبير ده، إن كان من خلال منافذ ثابتة أو حتى سيارات متنقلة من مختلف الوزارات زي ما كان مصطفى بيتكلم مع حضراتكم، دي كمان نقطة مهمة جدا. آلية المراقبة والمتابعة نقطة مهمة جدا حقيقة تحترم بشكل كبير قوي. مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين، خلاص شهر رمضان على الأبواب، وإحنا بالنسبة لنا شهر رمضان يعني الشعب المصري بيحب ينزل ويحب يشتري سلع غذائية كتير جدا، يحب شكل السفرة لما تكون مليانة مع لمة العيلة. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية، ونصبح عليكم مرة كمان صباح الخير والسعادة. صباح الخير يا مصر. نصبح عليكم، وخلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. شايفين اجواء دافئه الايام دي؟ اه، وفي ارتفاع النهارده في درجات الحراره، ومن امبارح كمان الحمد لله كان في الجو مشمس ومستمر معانا لنهايات الاسبوع ان شاء الله. يا مسهل ان شاء الله. خلوني اصبح على حضراتكم ونبدا معاكم بجوله مروريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا معاكم جولتنا من محافظة القاهرة، وخصوصا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية هنلاقي ان في سيولة مرورية. لكن على طريق الكورنيش هنلاقي في كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش متجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. هنروح لكوبري اكتوبر، هنلاقي هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية، هنلاقي فيه سيولة مرورية. ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية وصولا للمنصة. كمان بدأت تظهر كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. ظهرت كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة. كمان بيشهد شارع بور سعيد من نزل كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء ازدحاما واسعا. وشهدت مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي الى مناطق المنيل والملك الصالح، لكن الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحاما نسبيا. نروح معاكم لمحافظه الجيزه، هنبدا من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المروريه قبل بعض النزلات. كمان بدات تتكون كثافات مروريه بمحور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان مدينه 6 اكتوبر، لكن في الاتجاه الآخر بيشهد كثافات نسبية. هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري واللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه من مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي. بتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق ومبابة. لكن بالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. كمان ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية. في كثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. نروح معاكم محافظة القليوبية، ولو أنت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل أن أنت تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش أي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في الطريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. نكمل جولتنا وهنروح بورسعيد، واللي هنلاقي فيها سيوله مروريه في اغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتاده في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبيه قليله، هتبدا تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيوله مروريه. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهوريه اللي فيه كثافات مروريه مكمله لحد اخر الشارع.
ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة، تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في كمان نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة. أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أيضا. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 26، على درجة حرارة هتكون في أسوان 28، وأقل درجة حرارة في كاترين 16 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا هنبدأ معكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع أمس تابع فيه موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية، ووجه بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك بهدف العمل خلال الفترة اللي جاية على سرعة الإفراج عنها بشكل تدريجي، وأنه الأولوية القصوى تكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف. امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع اعضاء مجلس امناء الحوار الوطني. تحدث رئيس الوزراء عن الخطوات والاجراءات اللي تم اتخاذها من اجل تنفيذ مخرجات المرحله الاولى من هذا الحوار، وقال ان تم تشكيل مجموعه عمل من المكتب الفني التابع لمجلس الوزراء ومن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من اجل متابعه تنفيذ هذه المخرجات مع كل الوزارات والهيئات المعنيه. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي استهدافاً لتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة بتتمثل في تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة بتوفر مناخ استثماري جاذب. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية. وجه رئيس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وأشار مدبولي إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، لافتاً في هذا الصدد لمجموعة العمل التي تم تشكيلها في المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وأيضاً مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية بعد إعداد خطة تنفيذية من قبل مجلس الوزراء. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج، مشددة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً، ولا يوجد أي تفشي لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة، نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية مراسم تخريج الدفعة رقم 3 فنيين المؤهلين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد إتمام دورتهم التدريبية، واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من المتميزين وتفقد عدد من مشاريع التخرج اللي أظهرت المستوى المتميز اللي وصل ليه الخريجون. امبارح وفي إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الأمني متعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة، قام محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة لتونس على رأس وفد أمني رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حالياً بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية. وأكد وزير الداخلية عقب وصوله على أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعاظم التحديات الأمنية اللي بتواجه الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة بشتى أشكالها. بالنسبة لأخبار المحافظات، في كفر الشيخ تم بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطوير الميدان الإبراهيمي، وهو ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.
أما في بني سويف فتم تشغيل 7 تخصصات بالعيادة المسائية في المستشفى التخصصي. كمان في بورسعيد مشروع تربية الماشية افتتح 5 منافذ لبيع اللحوم بأسعار تنافسية. أما في الإسكندرية فتم إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. خلينا نعرف تفاصيل أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في كفر الشيخ تم بدء تسليم موقع الميدان الإبراهيمي للبدء الفعلي في تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي مرحلة أولى، وده طبقاً لرسومات وخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتنشيط السياحة الدينية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لدسوق التي تعد من أهم المدن المصرية سياحياً. في بني سويف أعلن المستشفى التخصصي تشغيل 7 تخصصات بالعيادة المسائية بالمستشفى تخفيفاً على المترددين وبأجر رمزي، وبتشمل تخصصات جراحة مخ وأعصاب، صدرية، أطفال، روماتيزم ومفاصل، علاج طبيعي، جلدية وأسنان. فأسيوط أعلنت المحافظة أنه بيجري رصف طريق نجع حمادي بنطاق صدفة بطول 4 كيلو متر ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية. في بورسعيد بيشهد مشروع تربية الماشية التابع للجهاز التنفيذي للمحافظة توفير أعداد كبيرة من العجول البقر المستوردة ذات سلالات عالية الجودة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وتم تدشين 5 منافذ لبيع اللحوم بأسعار تنافسية بأحياء المحافظة. في المينيا بتنظم مديرية الصحة النهاردة الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية نجم التابعة لمركز مطاي على مدار 2 يوم متتاليين ضمن مبادرة حياة كريمة، وده لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم. في الإسكندرية تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة اللي بتستهدف زراعة 60,000 شجرة، وبتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية. مشاهدينا فقراتنا مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحاً، نروح لفاصل سريع جداً نرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. استنونا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في النهاردة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بتكون مثيرة الرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة. في أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية بيضاً على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يمكن حضرتك قلت لنا بقيم بتتراوح من 3 لـ4 درجات. بالفعل يمكن اليوم هنشهد ارتفاعات أخرى في قيم درجات الحرارة عن الأمس. في الأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار. النهارده في ارتفاع بمعدل 3 درجات عن الامس، لان في اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 26 درجه مئويه، وده بسبب ان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه القادمه من الصحراء الغربيه. الكتل دي مرتفعه بقيم درجات حرارتها، ويمكن ده يكون ظروف الارتفاعات منذ بدايه الارتفاعات اللي احنا بنشهدها خلال الايام الماضيه. اجواء فتره النهار مع وجود اشعه الشمس هتكون اجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، محافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، جنوب سيناء، مائلة للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، السواحل الشمالية، لأن كمان خلال فترة النهار هنلاحظ زيادة فترات طلوع أشعة الشمس بالشكل ده. لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا هترجع قيم درجات الحرارة تنخفض، تنخفض بشكل كبير وملحوظ فترات الليل المتأخرة أو فترات الصباح الباكر. هتظل الاجواء من بارده الى شديده البروده في اغلب الانحاء،
وخاصة كمان في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة اللي المحافظات فيها الظهير صحراوي بشكل كبير. أيضا اليوم متوقع مع فترة الظهيرة أو بعد فترة الظهيرة يبدأ يكون في نشاط للرياح. شاطئ الرياح ده هيكون سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ممكن يكون مثير للرمال والأسبة على مناطق من الصحراء الغربية شمال الصعيد والأماكن المفتوحة والمكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري. لازم النهاردة ناخد بالنا من الأتربة والرمال المطرة، ناخد بالنا كمان من ارتفاع قيم درجات الحرارة وفرق قيم درجات الحرارة بين فترة يعني النهار. الرمال والأتربة دي هتكون يعني بصورة قوية على القاهرة ولا هتكون بس على محافظات السواحل الشمالية وغرب البلاد؟ هي هتكون قوية في بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، لكن أيضا هيكون في أتربة ورمال مطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لكن مش بالصورة القوية. يعني أصحاب المرضى الجيوب الأنفية ياخد بالهم النهاردة؟ طبعا مرضى الجيوب الأنفية والسكتات الصدرية لازم واحنا حاسين النهاردة نلتفت اهتمامات، لأن هيكون في أغلب المحافظات الشمالية يعني طبعًا. القاهرة الكبرى والوجه البحري المحافظات الشمالية. كمان طبعا كان في شبورة مائية فصلت الصباح الباكر وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية على الطريق، وخاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطلحات المائية. صعب كتير الشبورة المائية هتتلاشى تماما، الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق. غدا الثلاثاء إن شاء الله ترجع قيم درجات الحرارة تنخفض بمعدل 4 درجات عن اليوم، ومرة أخرى من الأربع هيكون في ارتفاعات في قيم درجات الحرارة عشان نوصل تاني لذروة ارتفاعات السبت والجمعة الجايين عظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 28 درجة يعني مئوية. دكتور يعني بكرة احنا الثلاث هتنزل درجات الحرارة وبعدين الأربع ترتفع مرة تانية بشكل كبير؟ ترتفع في الأربع تدريجي، ومن الخميس والجمعة يكون بشكل كبير وملحوظ، فعشان كده احنا بنتأكد في فترة التقلبات الجوية بالظبط يعني درجات الحرارة. بالظبط الفترة دي فترة عالية بشكل كبير، مهم ناخد بالنا من فرق درجات الحرارة بين النهار والليل، نستمر بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، خاصة كمان في الفترات اللي هي متأخرة أو فترات الصباح الباكر، القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق مع أي ظاهرة جوية ممكن تأثر على الرؤية الأفقية، ونأكد تاني إحنا ما زلنا في فصل الشتاء، بلاش تخفيف الملابس أو تغيير الملابس الشتوية. طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منى غانم عضو مركز الأعلام بهيئة الرصد الجوية على المتابعة اليومية معنا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 26 الصغرى 13، العاصمة الإدارية 26 12، إسكندرية 21 12، العلمين الجديدة 21 12، مطروح 20 10، دمياط 24 12، بورسعيد 24 14، إسماعيلية 26 13، السويس 26-13، العريش 22-10، كاترين 16-3، طابة 22-13، حلايب 25-16، شلاتين 27-17، شرم الشيخ 26-16، الغردقة 26-17، الفيوم 25-11، بني سويف 26-10، الوادي الجديد 27-10، أسيوط 27-10، سوهاج 27-11، قنا 27-13، الأقصر 28-14، أخيرا أسوان 28-15. نخلي بالنا من التغيرات الجوية الفترة اللي جاية أو الكام يوم الجايين، بكرة في انخفاض درجات الحرارة لكن هيعود مرة تانية يوم الأربعاء في الارتفاع، فما نخففش الملابس عشان ما نتعرضش لنزلات البرد، وكمان النهاردة مرضى الحساسية الصدر والجيوب الأنفية نخلي بالنا علشان في رياح مثيرة الرمال والأتربة على أغلب محافظات الجمهورية. هرجع مرة تانية لمصطفى وجمان علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا يا دينا. شكرا جزيلا. شكرا يا دينا. دلوقتي خلينا نتابع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، نتابع ايضا اهم المباريات اللي هتتلعب في اطار الجوله 14 من الدوري المصري الممتاز لكره القدم والجوله 26 من بطوله الدوري الانجليزي لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمجلس أمناء الحوار الوطني هيعقد الجلسات الاقتصادية المتخصصة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وده بحضور الحكومة والخبراء والمتخصصين. الجلسات هتعقد خلال الأسبوع الجاري على مدار 4 أيام حتى الخميس، وبتركز أجندة الجلسات على مواجهة التضخم والاستثمار والعدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه التصدير وملكية الدولة وعجز الموازنة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 14 من عمر المسابقة. هيلتقي الجونة مع الإسماعيلي في تمام الساعة 4 عصراً، في نفس التوقيت زد مع إمبي، وفي الساعة 7 مساءً هيلتقي المقاولين مع المصري.
النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة 26 من عمر المسابقة، هيلتقي ويست هام مع برينتفورد في تمام الساعة 10 مساء. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمنتخب التجديف المصري اللي حقق نتائج عظيمة الحقيقة، واللي قدر أنه يحصد 9 ميداليات تاريخية في بطولة العالم للتجديف بمشاركة ذوي الهمم في بطولة العالم اللي استضافتها مصر. معنا خبر مهم، أعتقد أن في يعني عدد كبير من الأشياء الإيجابية، ومعنا أيضا على الهاتف الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف. بعد التحية فندم ألف مبروك، خلينا نعرف التفاصيل اللي حققها أبطال مصر في هذه البطولة، وإزاي كان في نصيب لذوي الهمم من هذا الإنجاز الرياضي. صباح الخير عليكم جميعا. طبعا كانت نتائج مشرفة لمصر والاتحاد المصري للتجديف في بطولة اللي هي العالم للتجديف داخل الصالات، اللي هي كانت مقامة في براغ، جزء منها مقام أونلاين بيشرف عليه الاتحاد اللي هي الدولي للتجديف من سويسرا، وشارك فيه لاعبين هم الأولمبيين واللاعبين هي البارالمبيين اللي هم ذو القدرات الخاصة. فكانت حقيقة النتائج كانت أكثر من رائعة. كان النقل اللي هو الأونلاين أو كان موجود عن طريق هي المركز الأولمبي في المعادي، وكان فيه استعدادات يعني رائعة موجودة، وبيبقى فيه كاليبريشن والتأكد من الأجهزة من الاتحاد الدولي ومن اللاعبين ومن كل حاجة. وأقدر أحب أتكلم الأول على النتائج الجميلة اللي حققوها ذوي الهمم والقدرات اللي هي الخاصة، لأن دي كانت أول مرة إن احنا نشارك فيها في بطولة العالم للتجديف داخل اللي هي الصالات. عندنا نتائج أكثر من رائعة، خدنا مركز أول في علاء إبراهيم ده في 500 متر، وتقدم فيها على أستراليا وتشيكوسلوفاكيا وأوكرانيا وبولندا والمجر، يعني كان سبق أكثر من رائع، وخد فيها هي الميدالية اللي هي الذهب. علاء إبراهيم برضو نزل سباق تاني كان 2000 متر وكان حصل فيه على مركز تاني، وده كان سبق كان قوي جدا، ولكن يعني تم استبعاده نتيجة أن الحزام كان فك أو ما كانش مربوط حوالين هي البطن في هذا الوقت، يعني دي عشان ذوي الهمم ليهم حاجة. فدي كانت نتيجة جميلة جدا. وكان عندنا كمان في يوسف ورداني خد مركز تاني في 500 متر برضو، ده في سباق تاني اللي هو بيبقى بيعتمد على يعني نوع تاني من هي يعني الإصابة في ذوي الهمم. وعندنا في كمان زهرة خدت مركز أول، طبعا دي حاجة كانت رائعة إن احنا عندنا يعني فريق جميل جدا. علي الزيني بطل مصر طبعا وبطل أفريقيا، كانت في منافسة عنيفة في السبق بتاعه. هو علي الزيني عادة بينزل هي 2000 متر، لكن هو نزل المرة دي 500 متر، فكان عندنا في مجموعة كبيرة جدا، يعني الحمد لله كانت يعني أكثر من رائعة في اللي هم ذوي الهمم. وأنا قلت يوسف ورداني طبعا خد مركز تاني، وفي محمود علي كمان خد مركز تاني، فدي كان يعني حاجة قوية جدا لذوي الهمم، بهنيهم على هذا على يعني التمثيل المشرف لمصر. طبعا دكتور تفضلي دكتور. طيب خلينا برضو نتعرف من حضرتك على منتخبنا بشكل أكبر، يعني خلينا نعرف عدد المشاركين في المنتخب قد إيه، أعمارهم، أعمار المشاركين في منافسات البطولة العالمية تتراوح تقريبا من سن كام لسن كام؟ احنا في بعض لاعبين كانوا في الناشئين، وفي لاعبين كانوا اللي هم المتقدمين اللي هم الفريق اللي هم الكبير موجود عندنا، يعني في الناشئ وفي العمومي، وكان في انسات وكان في رجال ايضا موجودين في السباق يعني. اتفضل يا فندم. بالنسبه للفريق اللي هم الرجال، في محمد قوطة حصل على الميداليه الذهبيه، خد مركز اول في خفيف اللي هي الوزن. عندنا في لاعبين تانيين، في عبد الرحمن سعد خد مركز سادس، سيف خد مركز رابع، فاحنا عندنا في تنوع كبير. ايوه تنوع. وفي ياسين توفيق خد مركز ثاني تمام، في ده تحت 22 سنه، وفي اسلام صبحي خد مركز اول. فعندنا كان حقيقه يعني
تنافس جميل جدا، ووجود لمصر على ساحة اللي هي التجديف داخل الصالات بقوة. يعني تمام. طب أنا لو اتكلمت عن يعني ذوي الهمم واهتمام الدولة المصرية بيهم، و يعني اتكلمت عن بطولة التجديف اللي حصلت دي، من امتى احنا بنخش في البطولات البارالمبية وبنكسب بهذا الكم؟ وايه يعني ايه هي اهم الحاجات اللي ساعدتنا ان احنا نصل لهذه المراكز المتقدمة يا فندم؟ يعني انا عايز اقول بس ان انا حضرت حقيقة يعني الاتحاد المصري للتجديف في اهتمام قوي جدا من اللي هم اللاعبين ذوي الهمم. وحقيقة أنا حضرت يعني لقاء مع يعني فخامة الرئيس في قادرون باختلاف، وكانت حاجة يعني مشجعة جدا، وقررنا إن احنا ندخل في الرياضات اللي هي ذوي الهمم بقوة في رياضة التجديف، ولأول مرة اكشلي في التاريخ اللي هي لعبة التجديف اللي هي تعتبر أقدم رياضة في مصر وأقدم اتحاد رياضي في مصر، دخلنا لعبة اللي هي ذوي الهمم بنسميها بارا روينج اللي هي في الالعاب اللي هي البارالمبيه، دخلناها في مصر السنه دي او من السنه اللي فاتت يعني، والحمد لله حصلنا على في بطوله افريقيا في الزوجي، وحصلنا ايضا ده كان علي الزيني ومروه عبد العال، وفي زهره خدت مركز ثاني واللي هي برده كسبت اول في البطوله دي حاليا اللي هي كانت في براغ اونلاين، وفي كمان علاء ابراهيم خد مركز اول. عندنا في اثنين لعيبه اللي هم لاعبين علي الزيني ومروه عبد العال تم تاهيلهم لدوره الالعاب البارالمبيه في فرنسا، ففي اهتمام واضح جدا وبمساعده طبعا هي الوزاره واللجنه البارالمبيه يعني متداخلين معها بقوه، فالحمد لله في يعني اهتمام قوي، رغم ان هذه اللعبه بتحتاج الى امكانيات كثيره جدا وامن وامان وقوارب بتبقى عشان نقدر نشارك بيها في البطولات اللي هي العالميه، محتاجه طبعا يعني تبقى امكانيات ماليه عاليه جدا فيها تماما. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وبنحييك وبنبارك لك طبعا على هذا الانجاز الكبير، شكرا لحضرتك. مازلنا بنتكلم عن الرياضه، ولكن المره دي بنتكلم عن شان تكنولوجي خاص جدا، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي موجود في كل المجالات بقى فيه ايضا مجالات فيها بتعتمد على الموهبه والمهاره زي كره القدم. يعني يمكن على سبيل المثال نادي اشبيليه الاسباني اعلن عن استخدام اداه بتسمى مستشار استكشاف المواهب الكرويه. الاداه دي اداه تكنولوجيه بتعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي علشان تساعد هذا النادي انه يضم عدد من اللاعبين وانه يكتشف مواهب جديده. عشان كده احنا معانا على التليفون او عفوا عبر تطبيق زوم كابتن ابراهيم هلهول مدرب الاتحاد الانجليزي عشان نعرف منه تفاصيل اكتر عن دخول الاي اي او الذكاء الاصطناعي لعالم الرياضه. صباح الخير عليك واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ جمانه، صباح الخير لحضرتك، تحياتي ليك تحيات الاستاذ مصطفى، صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين وتحيه مصر. وحضرتك طيب. يعني لما بنقول دخول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة يعني بعد شوية بنتقبله وبنتفهم هو ممكن يساعد ازاي، بس في الآخر الرياضة هي لازم يكون مجهود فردي حتى لو في لعبة جماعية زي أو رياضة جماعية زي رياضة كرة القدم، بس ازاي الذكاء الاصطناعي يقدر يتدخل في كرة القدم؟ ازاي يقدر يحول مستقبل كرة القدم؟ أستاذ جمانة، احنا حضرتك في العصر اللي احنا الحديث اللي احنا عايشينه دلوقتي، التكنولوجيا او التكنولوجي دي دلوقتي بقت هي رقم واحد اللي احنا ماشيين وراها ومش قادرين حتى ان يعني نحصلها. التكنولوجيا بقت فاست جدا، بقت سريعه، ولكن الذكاء الاصطناعي حاليا بقى هيكون عنصر، ولكن او الاي اي اللي هو ارتفيشال انتليجنت طبعا ده بقى موجود، بقت في انديه زي ما انت حضرتك قلت دلوقتي ان هي بتحاول تساعد الارتفيشال اللي هو العنصر البشري دوت، ولكن احنا كمدربين او احنا ك يعني موجودين في مطبخ كره القدم عندنا الموضوع دوت برضو معقد. يعني ايه معقد؟ يعني ده موضوع احنا كعنصر بشري احنا اللي بنروح للاجهزه دي نقول لها لو سمحتي اعمل لنا تحليلات البيانات باللاعب الفلاني او بالفرقه الفلانيه او بالناشئ الفلاني، فاحنا كعنصر بشري
سبحان الله. يعني احنا اللي بنروح نقول للتكنولوجي اعمل لنا كون لنا داتا او كون لنا تحليلات بيانات عن اللعيب دوت او عن الفرقه دي، وفعلا هي بترجع لك وبتدي لك البيانات، لعب قد ايه، مش قد ايه، كم كوره، كم لمس، كم كوره، يعني تحليلات او الداتا عن اللاعب. طيب يعني الى اي مدى هذه التحليلات بتكون دقيقه، وازاي بتساهم ان هي يعني تكتشف لاعبين جدد؟ يعني انا افهم ان ده برنامج عادي مش ذكاء اصطناعي، بالظبط، مش اي اي اللي حضرتك اتكلمت عنه، لكن الاي اي بقى خطوه ثانيه، يعني بعد ثاني في التكنولوجيا. ازاي بقى بيكتشف لعيبه جداد؟ ما هو انت حضرتك هو انت بتعمل بروجرامينج انت بشر، انت كسمعي، انت انسان، انت بتكلم الجهاز ده بتقول له انا ابحث لي، اعمل لي سكاوتنج، يعني اكتشف لي زي ما اشتغل دلوقتي عندنا زي برايتون ومان يونايتد وعندنا كتير هنا في الدوري الانجليزي بدل اشتغل، بس مش بالقوه اللي الناس متخيلها ان هي بدات دلوقتي، هم لسه بيحاولوا يشوف فعلا. ايوه، ما هو هيخش ازاي يا كابتن ابراهيم؟ مش لازم في مدخلات، يعني مدخلاته هل بيجيبها من الانترنت؟ يعني هو كشاف الكوره ده بيجمع بيعمل ازاي بقى حضرتك؟ اشرح لي. السكاوتنج ده بيجمع استاذ مصطفى، بيجمع داتا عن اللعيب مثلا في موجود في النمسا، زي مثلا هيبقى حضرتك حاجه زي موديس في الاهلي وكهرباء. ناخد مثلا مثال موديس، يعني قبل ما يجي النادي الاهلي كانت هاله والاعلام وهيبقى هداف وهيكسر الدنيا، والبيانات بتاعته والداتا بتاعته والاناليستس بتاعه كانت موجوده، جه ما اديش يعني انا شايف ان هو لسه ما اداش اللي هو مطلوب خالص، مش موجود كل اللي كانت الهاله ومعموله عن التحليلات بتاعته وجه. طيب احنا عايزين نقول هو ما نجحش ليه في النادي الاهلي مدرس لغايه دلوقتي؟ هل هو العامل البيئي؟ هل هو الثقافه؟ هل هو مش عارف يعني يندمج مع المجتمع؟ ما كل دوت حلو قوي ان انا ابقى عندي اي اي ارتفيشال انتليجنت اقول له، او سكاوتنج زي ما حضرتك بتقول، واقول للسكاوتنج حضر لي داتا وهات لي داتا عن اللاعب الفلاني ويجيب لي الداتا ويحضرها لي. كابتن يعني كابتن ابراهيم اظن المقاطعه، بس يعني فكره هنتكلم فكره الكشافين او سكاوتنج، اعتقد يعني والاي اي كمان تحديدا ابعد من فكره ان انا اديله بيانات فيخرج لي نتيجه، ده موجود من كتير جدا، لكن فكره ان انا يبقى في اداه مستشار استكشاف المواهب الكرويه حتى لمواهب، يعني الامثله اللي حضرتك اديتها هي لعيبه موجوده بالفعل ومعيبه لعيبه بتلعب في فرق كبيره، لكن فكره اكتشاف المواهب الكرويه اللي اصلا بيعتمد عليها فرق اوروبيه ويعني بتحاول تكتشف مواهب كان بقى في اطراف بعيده افريقيا و هل الاي اي ده يقدر يحل محل الكشاف اللي احنا بنسميه كشاف كده في لغه الكوره؟ لا انا شايف ان دوت مش هينجح، هيكون مشروع يعني مش هيطلع للنور زي ما انا متخيل. ممكن هيساعد، ولكن انا النهارده احساسي ككشاف باللاعب هو هيجيب لي الداتا يا استاذ جمانة، هيحضر لي، هيقول لي بس النهارده اللاعب والداتا دي بتشتغل عليه او الكشاف ده بيشتغل عليه عشان يجيب لي الداتا، اللاعب ده انا مش عارف المود بتاعه فين، ممكن يكون اوت اوف ديت او ممكن يكون في الفورمه بتاعته عاليه قوي. ولما يجي لي واخد التحليلات دي كلها وابتدي اشغله والاعبه بالباور اللي انا اخده دوت وبالمعلومات دي وبالبيانات دي، وخلاص انا خلاص عرفت ان عنده معلومات عاليه قوي، ويجي يدي نص اللي هو ادهوني، يبقى انا كده فشلت او الاي اي ده فشل. ليه؟ لان هو طبعا في العامل اللي هو البشري، العامل الانساني دوت، الاحساس اللي انا كمدرب كده، انت بتقضي كده على المدرب، انت كده بتقضي على عوامل كتيره في كره القدم، بتموتها، بتوقفها، بتقفلها، لان انت كده الكونتاكت اللي بينك وبين اللاعب كاحساس كبني ادم كانسان انت كده قفلته خالص. انا عايز ابقى في كوميونيكيشن وفي كونتاكت، انت بتجيب الاجهزه دي عشان تحل مكانك انت، او بتساعدك انك تدي نتائج افضل، لكن احنا كل ده بنتكلم على البرنامج اللي هو موجود اصلا، اللي موجود في كابيتانو مصر عندنا، بنتكلم يعني دي حاجه قديمه. انا عايز افهم برضو الذكاء الاصطناعي كابتن ابراهيم عمل ايه؟ يعني ايه هو الشق الجديد اللي اكتشفه
يعني حضرتك بتكلمني عن تقنية موجودة ان انا بكتشف كيف دخل الذكاء الاصطناعي نادي أشبيلية الاسباني وعمل اداة اسمها مستشار استكشاف المواهب الكروية. عمل ده ازاي يا فندم؟ ما هو عمل ده ازاي؟ هم كونوا الداتا دي موجودة. هي حاجة الذكاء الاصطناعي ده مش في كرة القدم بس يا استاذ مصطفى، هو اكزيست، هو موجود معانا. ولكن انا كبني ادم، انا كمدرب او انا كسكاوتنج، انا بقول له هات لي، بساله، هو مش بيجيب لي، هو انا برضو انا ك يعني كانسان بقول للجهاز ده او بقول للبرنامج ده انا عايز كذا كذا، دور لي على كذا كذا، فهو يدور مع مين بقى؟ مع العنصر البشري، هو ما بيشتغلش لوحده. انا بتكلم عن حته العنصر البشري، هو دلوقتي حته انا دايرتي، انا بتكلم على حته العنصر البشري ده هيلجي العنصر البشري. هو موجود وبيساعد بس مش بيساعد بنسبه 100%. بدليل اللي هو بيجيب لك يا استاذ شمعانه، بيجيب لك معلومات، المعلومات دي بتبقى في فتره معينه عاليه قوي وتوب قوي، بس لما على الحقيقه لما بدي اللعيب دوت الفرصه والناشئ دوت عكس اللي هو جابهولي، هو بيجيب لي كل حاجه توب. يعني يا كابتن ابراهيم، هي وطبعا يعني وضح فكره حضرتك، ولكن اعتقد حسب ما هو مفهوم حتى الان يعني لن يعوض عن فكره الكشاف او مهاره استكشاف اللاعبين، الا ان كان هذا الاي اي بيتجول يشوف اللاعبين الشباب الصغير والناشئين اللي بيلعبوا في النادي عامه بقى. على اي حال بنشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر كابتن ابراهيم هلول مدرب بالاتحاد الانجليزي، شكرا لحضرتك. خلينا نروح ونسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا دينا شرف، اتفضل يا دينا. شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمامه بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات. يأتي ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء من مجلس أمناء الحوار، انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية. وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة مخرجات المرحلة الأولى للحوار. تنطلق اليوم على مدار 4 أيام جلسات الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني بحضور ممثلي الحكومة والوزارات والمعنية والخبراء المتخصصين في محاور التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكرت إدارة الحوار في بيان أن ذلك يأتي انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصا الاقتصادية. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريق الساحلي غرب مدينة غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب القطاع، كما استهدفت منازل الفلسطينيين بمناطق رفح وخان يونس ودير البلح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط وأربعة جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء أن الجيش قدم في اجتماع مجلس الحرب خطة لإخلاء السكان من مناطق القتال في قطاع غزة. ويأتي هذا الإعلان قبل هجوم إسرائيلي متوقع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، والتي زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها آخر معقل لحركة حماس. أعلنت مصادر فلسطينية أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية سيقدم استقالة حكومته اليوم للرئيس محمود عباس،
وأضافت المصادر أنه سيتم العمل على تشكيل حكومة كفاءات جديدة تضم كافة الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن أولويات الحكومة الجديدة تتمثل في وضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، وخطة ثانية لإدخال إصلاحات على النظم الإدارية والمالية والقانونية للسلطة الفلسطينية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أسقط 2 من الطائرات المسيرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد فوق جنوب البحر الأحمر ضمن إجراء للدفاع عن النفس. وأضافت القيادة المركزية أن قوات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح إحدى ناقلات النفط الأمريكية يوم السبت الماضي. وأوضحت القيادة المركزية أن الهجوم لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات. ورياضيا، خيم التعادل السلبي على مواجهة الاتحاد السكندري أمام ضيفه البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة 14 من الدوري الممتاز لكرة القدم. وفي نفس الجولة تعادل نادي فاركو مع ضيفه طلائع الجيش بهدف لكل منهما، وبهذه النتيجة رفع فرق الرصيد إلى 7 نقاط، إلى أنه ما زال بالمركز 18 والأخير بالدوري المصري من 12 مباراة خاضها بالدوري، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 19 نقطة في المركز 6 بجدول الترتيب وله مباراة مؤجلة. ختام موجز 8، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. زمان بالنسبة لنا كان دخول أوضة العمليات ده كان يعني حدوتة تخوف، الحقنة كانت حاجة تخوف جدا وكنا بنلجأ لها يعني آخر حل. دلوقتي بقى في هوس كبير جدا بقينا نشوفه في السنوات الأخيرة بعمليات التجميل، والموضوع ما بقاش مقتصر بس على اللي عندهم مشاكل زهرة أو تجاعيد، لكن كمان بقى في بنات صغيرة جدا بيقبلوا على ده، وممكن يكون في أضرار مستقبلية ليه هم ممكن يبقوا عارفينها، بس برضو عشان فكرة التجميل يا مصطفى برضو بيروحوا وبياخدوا الريسك أو بيدخلوا نفسهم في مخاطرة. يعني بدأ الموضوع من لبنان، وكان المصريين أو المصريات تحديدا بيلجأوا لأطباء هناك. النهاردة الموضوع بقى منتشر جدا، بقى عندنا لبنان في التجمع الخامس، بقى في كمية دكاترة تجميل بتشتغل، منهم من يعمل بضوابط ومنهم لا يعمل بأي ضوابط. خلينا نعرف إمتى نلجأ لعمليات التجميل، إزاي نعالج مشكلات الجلد والندوب من غير ما يبقى فيه عملية أو مشرط زي ما قالت جمان. بصحبتنا النهاردة الدكتورة هدير سلطان أخصائي التجميل اللي هتكلمنا عن كل هذه الموضوعات. صباح الخير يا دكتورة، منورانا النهاردة في الاستوديو. أهلا بحضرتك. زي حضرتك. قولي لنا امتى نلجا للتجميل وامتى ما نلجاش؟ ده السؤال يعني يمكن الاكثر يعني ايه شمولا دلوقتي. انا احب اوضح في اول حاجه خالص انه احنا مش بنلجا علشان احنا مفروض نعمل تجميل، لان ما هياش ضروره، هي بتبقى احتياج للعيانه او للبيشنت، وذر كانت ست او حتى رجل. ده في الاول وفي الاخر ممكن ياثر على صحتهم النفسية، على السلف كونفيدنس، ثقتها بنفسها، بتحس انه في حاجة معينة مضايقاها، ولكن هي ليست ضرورة. يعني اي جراح تجميل بيبقى عليه مسؤولية كبيرة، لان العينة دي اختارت بارادتها انها تدخل اوضة العمليات، فده يبقى فيه مسؤولية اكبر على اي جراح داخل. ومن هنا لازم نكون عندنا ثقة، ونبقى عاملين بحث، ونبقى عارفين الدكتور اللي احنا هنروح له او هنتعامل معاه احنا واثقين فيه جدا، وهنديله نديله نفسنا، ويعني عشان يدخل بينا اوضه العمليات ونطلع بسلام. فلازم ابقى واثقه في الدكتور اللي انا رايحه له ده في الاول. تاني حاجه، الجمال نسبي او الجمال كلنا حلوين، ودي كليشيه شويه ناس بتشوفها، بس دي حقيقه، كلنا حلوين، وكل حد بيبقى محتاج يعني يفضل في احسن شكل واحسن حاله. فالموضوع كله بنلجأ له لما نكون احنا نفسيتنا هتتحسن، او شايفين ان في حاجه هتخلينا احسن.
ما هي فكره نفسيتنا هتتحسن دي يا دكتور. عريضه شويه دي ثابته يعني دي اي حد شايف ان هو لما يعمل حاجه وشكله يبقى احسن اكيد نفسيته هتتحسن. وهنا نعرف امتى برضو تاني نختار الدكتور اللي يعرف يقول لك لا. شكرا. اللي يعرف يقول لك لا يعني في العياده ممكن يجي لي حد اقول لها لا اللي انت مش محتاجه اللي انت بتقولي عليه. فهي من هنا برضو فكره اختيار الطبيب، اختيار الطبيب ده يعني عامل كبير قوي. انت ما دام اخترتي الدكتور صح واثقه فيه صح هو هيعرف يقول لك امتى لا، وممكن يقول لك ده محتاجاه ده مش محتاجاه. وانا من مدرسه انه التجميل ده مش بالورقه والقلم، وما هواش ما فيش حاجه اسمها بيوتي ستاندردز، ما فيش مقاييس للجمال، ما هواش موضه. انا بشكرك بقى على النقطه دي. ليه؟ لانه حقيقي مؤخرا بقينا بنمشي فعلا الناس بقت شبه بعض، يعني هي في شكل معين احنا بنروح صوره معينه بنروح بيها للدكتور، انا عايز الشكل ده، المناخير بشكل معين، حجم البق بشكل معين، الخدود والعين بشكل معين. فبقينا بجد بنشوف الناس كلها، يعني بنشوف مثلا بنات في اعمار مثلا متقاربه بجد هما كلهم شبه بعض. فهنا الدكتور المفروض يتعامل على اي اساس؟ يعني خلينا نقول ان سيده او بنت راحت لدكتور تجميل قالت له انا عايزه شكل مناخيري كذا، شكل عيني كذا، شكل وشي كذا، هل المفروض الدكتور يوافق على اساس الشكل اللي هي عايزاه ولا على اساس مقاييس جمالها هي، مقاييس شكلها هي، انه ما يغيرش اصلا شكلها؟ بالظبط. احنا ما بنغيرش شكل اللي احنا موجودين بيه لان دي البصمه بتاعتنا، كل حد شكله مختلف ودي بصمته. احنا بن انهانس وات وي اوريدي هاف، يعني بنحسن اللي اوريدي احنا عندنا او بنوصله لمرحله نكون احنا فيها ساتسفاكشن. بالنسبه للبوينت بتاعت انه الدكتور لا احنا بنوقفها، انا عندي اولا ميديكالي او طبيا عندي معايير معينه وعندي بروبورشنز معينه او مقاسات معينه نسب معينه بنمشي عليها. ففي حاجات اقول لها لا مش هتنفع، لانه كتير قوي نشوف تيجي بصوره تقول لي انا عايزه ده. لا ما فيش حاجه اسمها كده بجد. انا بقيت بشوف ناس بتيجي بالفلتر. ايوه لا دي حقيقه انا شفتها كتير في العيال، دكتور عايزه اكون زي الفلتر ده. لا ما فيش حاجه اسمها كده. طب حضرتك عندك يعني ضمير او عندك ايثكس او عندك قواعد بتقولي، هل النقابه عندنا نقابه الاطباء بتحاسب دكتور التجميل؟ طبعا. امتى تحاسبه وامتى ما تحاسبوش؟ وامتى في مساحه رماديه ممكن يعني الطلب فيها المشرع المصري ان هو ياخد خطوات بعد كده؟ لا هو يعني في ثوابت، وده في الاول وفي الاخر دكتور التجميل طبيب. ففي ثوابت، وفي ثوابت علميه وطبيه احنا بنمشي كلنا بيها. وفكره اللي هي ايه؟ هي ثابته. هي الطب التجميلي ممكن يكون مدارس في رؤيته، لانه في الاول وفي الاخر في جزء فني، يعني صحيح. في نظره كده فنيه، لكن في ثوابت وفي حاجات ثابته لازم كلنا نمشي عليها. للاسف ممكن في ناس ما تمشيش عليها، ووقتها لا طبعا بيكون في يعني في سن ايه اقدر امتى احط يعني دينا برضو في حاجات ليجلي، يعني مثلا اي حد تحت 18 سنه احنا ما بنتكلمش مثلا معاه. 18 ده المفروض بعد 45 50 18 سنه مش للدرجه دي، 45 ايوه في حاجات معينه ينفع، لانه في حاجات بتتاثر او بتعدي على البنات وهم صغيرين، ممكن تساقط شعر، ممكن حبوب شباب، ندبات ناتجه عن حبوب شباب. ما يعتبرش اجراء تجميل، ما كل الحاجات دي تندرج تحت شغلنا. انما لو فيلر وبوتوكس في حاجات بتستخدم تبقى العين فعلا محتاجاها، تعرضت لحاجه معينه. مش كل الحاجات التجميليه من باب بس التجميل. لا انا ما بتكلمش على ده، يعني لو حد مثلا عنده خياطه بارزه. أيوة. عنده حاجه، ده بالعكس الطب رحمه ان هو بيعمل حاجه زي كده اكيد وبيعالجه نفسيا، ده حاجه افضل. لكن انا بتكلم على الحاجات اللي ملهاش لازم انك تتعمل بشكل ما هو ده. هنا برضو يجي دور الدكتور اللي يعرف يقول لا زي ما قلت في الاول، ويقولها انت مش محتاجه ده، او احنا لسه بدري على ان احنا نبدا ده، او ويرجع لها يعني بوست. وفعلا بيجوا 18 سنه يا دكتور؟ احيانا بصحبه والدتها ووالدها وكده. احيانا ممكن تيجي بصحبه والدتها ونقعد ونتكلم وندردش ونشوف هي فعلا محتاجه ده ولا مش محتاجه ده، ونتكلم كده ونظبط نفسيه وبعدين تيجي. لانه يعني العامل النفسي مهم جدا، هو اللي محرك 90% يمكن من البيشنتس اللي بتيجي العياده. طبعا العامل النفسي مهم جدا، وفي حاجات بتاثر على نفسيه اي عيانه مهما كان عمرها او عيان حتى. لا هي كمان السوشيال ميديا يعني ليها تاثير كبير قوي في الموضوع ده. طبعا. طيب خلينا نتكلم عن البوتوكس والفيلر، لانه من اكتر البروسيدجرز او من اكتر الاجراءات التجميليه اللي بتتعمل لانها اسهلها كمان. بالظبط.
اولا البوتوكس والفيلر، يعني ايه الحالات اللي بنستخدم فيها بوتوكس، ايه الحالات اللي بنستخدم فيها فيلر، واي سن حضرتك قلتي اقل من 18 سنه؟ لا، والاضرار هل ليهم اصلا اضرار في المستقبل ولا لا؟ لا، هو كده كده البوتوكس احنا يعني اعلى بنطلع بقى فوق ال 18 دي بشويه كويسين. احنا الفرق ما بين البوتوكس والفيلر، البوتوكس ده عباره عن توكسين بنحقنه في العضله بنضعفها شويه، وده بنحتاجه وقت لما الخطوط الثابته اللي بتظهر لما بنبدا نحرك وشنا او نعمل حركات معينه، فلما الخطوط دي بتبدا من التعبيريه بدل ما تبقى متحركه تبقى ستاتيك، تبقى بقت ثابته، وقتها نبدا نفكر ان احنا نعمل بوتوكس. الفيلر دي ماده مالئه، يعني بنعمل فيها فيلنج من اسمها فيلر، لما يحصل مثلا كبرنا شويه في العمر، خسرنا وزن، حصل اي حاجه غيرت من يعني او الرسمه بتاعه وشنا فضايقتنا، فبنلجا وقتها للفيلر، نقدر نملى بيه، نرفع بيه وشنا، نقلل من علامات تقدم السن، كل الحاجات دي بنقدر نعملها باستخدام الفيلر. فده باختصار الفرق ما بين الفيلر وما بين البوتوكس. الاضرار بقى، الاضرار هو ما فيش حاجه ما لهاش اضرار، فاحنا بنعتمد على كذا حاجه. اول حاجه ودي اهم حاجه طبعا الدكتور اللي شغال، تاني حاجه المكان يكون مكان انا واثقه فيه، عارفه هو بيستخدم ايه كويس قوي، البرودكتس اللي بتستخدم دي بتستخدم ايه. وبعدها غالبا ما بيكونش فيه اضرار، ما بقولش ان الحاجات دي ملهاش كومبليكيشنز او اضرار ليها، بس انا لو عرفت اختار دكتور صح واثق عارف هو بيعمل ايه، دكتور شاطر وبيشتغل في مكان ثقه، المكان ده انا عارفه هو بيدخل وبيستخدم ايه، لانه للاسف دلوقتي بقت الحاجات دي في منها حاجات مش ثقه قوي، وقتها انا هدخل وانا مطمنه لان الدكتور شاطر فاهم هو بيعمل ايه، والماتيريال اللي هتتحط في وشي انا واثقه هي ايه وجايه منين وملخصه من وزاره الصحه وكل الكلام ده. وقتها انا مش هيبقى عندي اي انواع الخوف، لانه نسبه الضرر هتبقى قليله جدا تكاد تكون مش موجوده. كنت بتفرج على دوكيومنتري تقريبا للفنانه اليسا. ايوه. وكانت بتقول فيه ان اللي بيخش في عمليات التجميل ده طريق اللا عوده، يعني لو بدات مره هتفضل طول عمرك ماشي في القصه دي. اوكي. ليه؟ لان بنتعود على شكلنا بالحاجات الجديده، فتفضل كل ابديت تروح لل، ولكن عايزه بس ده إدمان اوضح، يعني نوع مش من إدمان. اوضح بوينت واحده، انه احنا لما هنبتدي، لما مثلا مده البوتوكس مثلا بيقعد قد ايه؟ بيقعد دلوقتي كنا زمان نقول 6 شهور، دلوقتي 3-4 شهور ماكسيموم. هي بتبقى خايفه انه بعد ما البوتوكس يروح انا هبقى اسوأ من الاول، فهبقى على طول محتاجه اعمله. لا، احنا بنرجع لنقطه الصفر، عضلتك بترجع تاني للاكشن بتاعها الطبيعي. فاحنا مش هنرجع لحاجه اوحش، احنا هنرجع للطبيعي بتاعنا، ولكن انا ببقى خلاص اتعودت. شايفه بقى ان الطبيعي وحش، فانا لا عايزه. مش وحش، هو برضو مش وحش، مش حابه اقول ان ده لازم او ان احنا محتاجين لازم نعمل بوتوكس وفيلر ومن غيره بنكون وحشين، لا، بس احنا بنبقى عايزين يعني نلوك اور ايج، نفضل نمر بالتسلسل الطبيعي لعمليه الايجنج او التقدم في العمر، ولكن حلوه الكلمه بتاعت انه يو لوك جود فور يور ايج، يعني شكلك حلو لسنك او شكلك لسنك، لانه في عوامل تانية ممكن تخلينا يبقى شكلنا اكبر من عمرنا، فالحاجات دي بتساعدنا حتى ما نبص لنفسنا في المرايه او نبص على صورنا القديمه اللي كانت من 2-3 سنين، احنا لسه نفس الشكل. طب لسه نفس ده بالنسبه للبوتوكس، بس دكتور يمكن الفيلر شويه اعتقد صلاحي لو انا غلطانه، الفيلر ممكن شويه يبقى فيه سنه مخاطره عن البوتوكس، لانه زي ما حضرتك قلتي هو بيملى ماده بالزبط. بتملى ما بين الجلد، يعني بتدخل بين الجلد فبتملى، لما الماده دي بتروح الجلد بيرجع، خلينا نقول باللغه الدارجه يعني بيتهدل. في ناس بتقول كده، صححي لي لو انا غلطانه برضو، بيتهدل او بيحصل مشكله او كومبليكيشنز من الفيلرز بتبقى اكتر من البوتوكس بكتير. وخاصه انه كمان مع العمليات الكتير قوي او مع الاجراء الكتير قوي، حتى بنشوف فنانين كتير يعني بعد فتره شكلهم بيتغير تماما، وبتبقاش بالعكس، ما بتبقاش مجديه، بالعكس بتبقى مش لطيفه خالص. ما ده لانه لنفس النقطه اللي بداناها في الاول، امتى الدكتور يقول لك لا كفايه؟ في فرق ان انا بحقن الفيلر اللي انا محتاجاه، وفي فرق ان انا اعمل اوفر فيلنج. ان انا اعمل اوفر فيلنج ده ممكن يديني عمر اكبر من عمري اصلا، لانه حطت كميه اكبر من اللي هي محتاجاها، فيديها شكل فيك ويديها سن اكبر من سنها. ووقتها لما الفيلر ده بيبتدي يتكسر، احنا اوريدي الايجنج بروسيس ماشيه، فالفيلر الحاجه اللي كانت ماليه ومقلله المنظر ده مثلا ابتدت تقل. الفيلر لما ابتدى يتكسر او ابتدى يروح، انا ما رجعتش لنقطه اسوأ،
لكن انا رجعت للطبيعي بتاعي. انا لو ما كنتش حطيت فيلر هو ده كان النسق اللي جلدي مثلا ماشي عليه او اللي وشي ماشي عليه، لانه الفيلر في الاول وفي الاخر ده هايلورونيك اسيد بيبقى كروس لينكر، فيبقى وقتها يبقى في الكونسيستنسي بتاعته تكون جل او تكوينه يكون جل اعرف املى بيه، لكن هو في الاول في الاخر هايلورونيك اسيد. طول ما الفيلر بيتكسر طول ما انت في امان. احنا كانت مشكلتنا زمان الفيلرز والحاجات اللي كانت بتبقى دائمه دي كان بيبقى في منها مشاكل، انما ما دام بيتكسر وجسمنا بيكسره هو امان. انا ممكن حقنتها وما عجبهاش بكسره واحنا قاعدين، يعني في ماده بتتحط بتكسر الفيلر واحنا قاعدين. فمشاكل الفيلر برضو لو كان الدكتور شاطر والمكان تمام تراستد هيقول لك لا، هيوقفك هيقول لك لا احنا مش محتاجين نحط فيلر اكتر من كده، احنا مش بنملى وخلاص. في الاول في الاخر برضو الموضوع ليه نظره فنيه، انا ببص وببص على اللي انت محتاجاه، فطول ما احنا حاطين المناسب ليكي لا مش هيبقى منه اضرار. طب ايه اللي نحذر منه ونقول ان هو ممكن يجيب لا قدر الله امر وحشه لو اهملنا؟ مواد عامله ازاي؟ يعني المواد ما هي دي ما حدش يحقن حاجه، مش عارف هو حقن ايه، ده حقه. اي عيانه مثلا هتدخل تعمل اي اجراء فيلر بوتوكس سكين بوست وات ايفر هو ايه، حقها انها تبقى عارفه هي بتحقن ايه والماده دي تاريخ صلاحيتها ايه، خلص ولا لسه ولا قرب، الحاجات تتفتح قدامها، المكان يبقى التعقيم بتاعه مناسب. فعشان كده قلت في الاول لازم نختار مكان نبقى واثقين فيه، لان اي مشكله في الحاجات دي تعمل مشكله كبيره. هو اصلا مبدئيا يا دكتور للاسف في بجد اماكن هي مش حتى مش عيادات، هي اماكن صح. تبقى زي مراكز كوارث. تجميل بيبقى فيها حد بيحقن لمجرد انه بيعرف الاماكن اللي ممكن يحط الحقنه فيها طبعا. فيحقن بالمواد دي، ومفيش بتحصل حد يعرف يحط الحقنه فين الا لو كان طبيب، ده اناتومي، ده علم تشريح طبعا. طبعا ده لازم يبقى عارف هو داخل فين وهنا في ستراكشرز ايه وممكن يعمل صح. ايه والدكتور الشاطر مش بس اللي هيعرف يحقنك صح، اللي هيعرف يعالجك لو حصل لك مشكله او حصل كومبليكيشنز، لان كومبليكيشنز ورد. طيب مفيش حد كبير عن الغلط. السكارز او الندوب والجروح اللي بتبقى موجوده بقى لها فتره ممكن تتعالج؟ ولو ممكن تتعالج تتعالج ازاي؟ ممكن تتعالج وبتتعالج دلوقتي بقى، عندنا التكنولوجي توصلت لحاجات كتير، عندنا مايكرو نيدلينج ديفايسز وعندنا فراكشنال ليزر وعندنا حاجات بنحقنها في السكورز، في حاجات كتير قوي وصل لها العلم دلوقتي. الموضوع ده اكيد بيأثر على نفسيات العيانين وبيبقوا جايين الموضوع مضايقهم، بس يعني الموضوع بقى ابسط من زمان بكتير والحاجات دي بتتعالج بكل سهوله. بس اهم حاجه يعني نروح لدكتور والدكتور هيمشينا على بروتوكول، وانه يبقى عندنا شويه صبر، لان الحاجات دي ما حصلتش اوفر نايت، ما حصلتش في يوم وليله. فهي بس رحله العلاج بتاعت الندبات بتاخد وقت شويه، فنبقى صبورين. بس على اي حال ما بين العلاج اللي هو معروف وعارفينه كلنا، ندوب حروق، وما بين التجميل اللي هو بقى منتشر فجوة كبيرة جدا، فجوة يعني بدأت من سنين وانتشرت وامتدت وبقت فيها محاذير وبقت فيها تشريعات مطلوبة وبقت فيها مشاكل بتحصل في الجلد وبقت فيها حقن ممكن تكون صلاحيتها منتهية وتضر المريض أو البيشنت. على أي حال اتكلمنا في كل ده بالتفصيل، وكان بصحبتنا الدكتورة هدير سلطان أخصائي التجميل اللي نورتنا النهارده في الاستوديو. شكرا جزيلا دكتور. شكرا ليك يا دكتور. شادينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر، استنونا. زي ما دينا قالت، يعني امبارح فريق ليفربول قدر ان هو يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة في تاريخه بعد ما فاز على نادي تشيلسي بنتيجة 1-0 في مباراة أهدر فيها كل فرقة من الفرق دي كمية كبيرة جدا من الفرص المحققة. امبارح أيضا كان في مباراتين مهمتين في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. الزمالك فاز على أبو سليم الليبي وحسم تأهله لربع نهائي البطولة، وفيوتشر تعادل مع سوبر سبورت الجنوب افريقي بنتيجه 1-1 واقترب من التاهل لربع النهائي كمركز ثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط. تفاصيل كتير هنعرفها عن المباريات دي من ضيفنا منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر الاستاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. نبدا بليفربول، ليفربول وتشيلسي وفوز صعب بهدف فان دايك، شايف المباراه دي ازاي؟ والله زي ما حضرتك قلتي كان الفوز صعب جدا، لكن الحقيقه استمتعنا بمباراه
من المستوى الرفيع. ليفربول كان هو البادئ بالتسجيل والهجوم، ومن بداية المباراة أظهر نيته أنه هو ياخد الكاس رغم أنه كان عنده غيابات كتير جدا، أبرزها طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح كان عنده إصابات كتير، أليسون بيكر حارس المرمى، دييجو جوتا، الحقيقة كان عنده نص فرقة تقريبا غايبة امبارح. لكن الروح اللي بيديها يورجن كلوب المدرب الألماني الشهير لفرقته حتى ولو كانوا لعيبة صغيرين أو جايين من أكاديمية ليفربول ظهرت من بداية المباراة، ولقينا ان هم البادئين بالهجوم على فريق تشيلسي وقدروا يعني يفرضوا عليه شخصيتهم من بداية المباراة. علشان كده ليفربول انا شايفه الحقيقة اجمالا رغم ان هم وصلوا الى وقت اضافي والجول جه في الدقائق الاخيرة، يعني اجمالا ليفربول استحق الفوز. طب رايك في الطريقة اللي اعتمد فيها كلوب مدرب فريق ليفربول امبارح في هذه المباراة، شفتها ازاي؟ قدر بيها فعلا ان هو يحقق فوز؟ يعني نتيجة 1-0 هل هي مرضية بالنسبة له او بالنسبة حتى لجماهيره؟ بالنسبة له وبالنسبة للجماهير وبالنسبة للاعبته كمان كان الفوز مهم جدا جدا باللقب ده، لان هم عايزين في اخر موسم ليورجن كلوب معاهم يهدوا لي بطولة او اكتر، فبطولة امبارح دي كانت احد البطولات اللي هم بيسعوا ليها. دي طبعا اول لقب في الموسم بتاع انجلترا بيكون الكاس الكارباو او كاس رابطة المحترفين، بعد كده طبعا بيجي الكاس الاتحاد الانجليزي والدوري، هما بينافسوا على كل الألقاب، عايزين في آخر موسم ليورجن كلوب يدوله الألقاب الممكنة. الراجل من 2015 مع الفريق عامل بطولات على كل المستويات، خصوصا البطولة دي تاني مرة يفوز بيها في 9 سنين تقريبا، وكلنا عارفين أن المدرب الألماني الشهير أعلن أنه في نهاية الموسم هيمشي من ليفربول ويشوف مكان آخر. فالبطولة طبعا كانت مهمة جدا لليفربول، 1-0 2-0 المهم أنه هو حقق المطلوب، المهم النتيجة، والحقيقة كان في ظروف صعبة قوي. يعني أنا هاخد من كلام جاري نيفل واحد من أساطير مانشستر يونايتد امبارح في الاستوديو بتاع سكاي البريطانية، بيسألوه بعد المباراة على رأيه، فقال لهم من العار أن تشيلسي يخسر أمام أطفال ليفربول، هو شايف أنه امبارح كان المفروض تشيلسي يفوز مستريح، فإن ليفربول بقيادة يورجن كلوب ينزل من بداية المباراة ويفرض شخصيته على تشيلسي ويجبره على التراجع، فده معناه ان بيلعب بشجاعه ايا كان اللعيبه اللي موجودين معاه وايا كانت النواقص. احنا بنقول امبارح في عناصر مهمه جدا غايبه عن ليفربول، المفروض ان تشيلسي امبارح هو اللي يبقى بادئ بالهجوم وبادئ بالتسجيل، لكن ده ما حصلش الحقيقه. هو برده تشيلسي كان في وقت كان بيمثل خطوره على مرمى ليفربول، وفي نقطة زي ما حضرتك قلت كمان مهمة قوي مفروض ان احنا نبص لها ونحاول كده مش نتعلم منها، نفهم ايه اللي حصل فيها. فكرة إدارة يورجن كلوب للمباراة مع كل الغيابات دي، زي ما كنت حضرتك بتتكلم، فكرة ان هو أدار المباراة بالناشئين بلعيبة صغيرة، دي نقطة برضو مهمة جدا ان احنا نفهم دي حصلت ازاي. بس مبدئيا برضو تشيلسي كان بيمثل خطورة على مرمى ليفربول، لكن موريسيو بوتشيتينيو المدرب الارجنتيني طبعا مدرب تشيلسي اعتمد على طريقه الهجمات المرتده ان هو يباغت ليفربول، يعني يسيب له الاستحواذ ويسيب له المساحات ويباغته بالهجمات المرتده، وفعلا قدر ان هو يشكل خطوره، ويمكن شفنا هدف لرحيم ستيرلينج النجم الانجليزي الشهير يعني بيلغى بداعي التسلل. وبالمناسبه الكره بتاعه تشيلسي اللي اتلغت دي انا عايز حكامنا المساعدين يتفرجوا عليها كتير قوي، لانه الحكم المساعد امبارح انا عايز اقول انه ممكن مليمتر او 2 مليمتر بس الفرق، ورجعوا للفار فيها واكد ان الحكم المساعد على صواب. دي كره دقيقه جدا تحتاج ان الحكام المساعدين بتوعنا يتفرجوا عليها علشان يشوفوا التمركز بتاع الحكم المساعد واليقظه عامله ازاي. فانا بقول انه تشيلسي كان معتمد امبارح على الهجمات المرتده في اوقات كتير من المباراه وبيشكل خطوره، لكن شخصيه ليفربول رغم الغيابات ورغم ان في 5-6 لاعبين اقل من 21 سنه بيلعبوا مباراه نهائي كاس الرابطه الانجليزيه في ملعب ويمبلي الشهير اللي بالمناسبه هيستضيف نهائي تشامبيونز ليج السنه دي ان شاء الله، الشخصيه كانت واضحه، والشخصيه دي انا بقول انها من المدرب بوتشيتيني، مدرب كبير طبعا، لكن برضو من الطرائف ان هو رغم انه درب توتنهام قبل كده ودرب باريس سان جيرمان طبعا الا انه ما خدش ولا لقب في انجلترا، فكان بيسعى امبارح ان ده يبقى اول القابه في انجلترا. لكن ارجع واقول انه شخصيه يورجن كلوب امبارح كانت ظاهره جدا جدا على فرقته. الدرس اللي بيديه اللعيبه الصغيرين ده لو عايزين نستفيد بيه في بطولاتنا المحليه، يعني لو حضرتك عايز توجه رساله كناقد رياضي للفرق المصريه المشاركه سواء في الدوري او في الكاس
وتقول لهم في شباب صغير من أكاديمية ليفربول قدروا ان هم يكسبوا لعيبة كبار جدا في تشيلسي، نقدر نقول ايه؟ بعين نقد رياضي. انا عايز اقول ان احنا هنا في مصر بنتعامل للاسف مع اللاعب اللي عنده 24 او 25 سنة بنقول ان هو لسه ناشئ او واعد او صاعد. زي أيوه. مثلا في النادي الاهلي لما محمد الشناوي اصيب كل جماهير النادي الاهلي ايديها على قلبها وقالت اصل مصطفى شوبير لسه صغير. مصطفى شوبير 24 سنه تقريبا هناك بيلعبوا من 16 و17 بالظبط كده. فلما خمس ست لاعبين اتحطوا في الموقف بتاع امبارح ده وهم اقل من 21 سنه يبقى احنا لازم نستفيد من المساله دي، ان احنا ما نبصش للاعب اللي عندنا اللي عنده 18 او 19 او 20 سنه انه لسه صغير، ده لسه ناشئ، بس في نقطه برضه ما عندوش خبرات، لازم نديله الثقه في نفسه. الفكره بجانب الثقه بتكون اللعيبه دي لو هناخد ليفربول كمثال بتكون بالفعل يعني منخرطه، نزلت جربت ماتشات، لعبت على الاقل حتى لو في اطار التدريب. لكن الفكره ان احنا لما بنعتمد على لعيب واحد بننسى ان في بدلة اصلا. صحيح، وبنجيبه من الدار للنار. بالظبط، دي شغلانه المدرب والجهاز المعاون بتاعه. يمكن في الفرق الاوروبيه الكبيره كلها عندهم تيم A وتيم B. صحيح، تيم B ده دايما بيشارك فيه اللعيبه اللي هي ما بتشاركش، اللي راجعين من الاصابات، اللي بيؤهلوا للمباريات. دايما الفريق ده بيكون فيه اللعيبه اللي هم الصغيرين الواعدين اللي هم 18 و19 سنه. لما بيلاقي ان في لعيب مثلا بيجهز من اصابه زي محمد صلاح بيلعب جنبه كل اسبوع، بيكون في مباراه وديه بتتعمل، فبياخد الثقه منه وبياخد طبعًا الخبره حتى لو ما شاركش في مباريات المباريات الرسميه. اول ما بيشارك اوريدي هو بيبقى جاهز نفسيا. يا جماعه تفتكر كاس العالم للشباب والمصريين قدروا يعملوا ايه والشباب الجميل اللي قدر يعمل ايه؟ بالظبط بالظبط، يعني احنا شفناهم بصراحه يعني كانوا تابعناهم على القهوه رغم ان هم ما فيش فيهم اسم بارز يعني. صحيح. فالانديه لازم من خلال مدربيها ومن خلال ادارتها تدي للعيبه دي الثقه في نفسها. ونرجع ونقول برضو تاني لابد انه الانديه الكبيره اللي عندها مواهب تسمح ليها بالاحتراف المبكر. ومحمد صلاح بقى محمد صلاح ليه في اوروبا؟ صح، لانه نادي المقاولين العرب مشكورا سمح ليه ان هو باعه بدري في اقل من 20 سنه يبيعوا لاوروبا، وما قالش مثلا ان لازم يبيعوا للدوري الانجليزي ولا للدوري الاسباني، لا باعوه للدوري السويسري وحطوا بند في عقده ولسه بيستفيدوا منه لحد دلوقتي. نادي المقاولين العرب بيستفيد من محمد صلاح ومحمد النني لحد دلوقتي بعد سنوات طويله من الاحتراف. طبعا فده ذكاء، وفي نفس الوقت مصر كلها استفادت مش نادي المقاولين العرب طبعًا بس طبعًا. فانا بتمنى من انديتنا ومن ادارتها ان هم يدوا الفرص في الاحتراف ويدوا الفرص هنا للاعيبه الواعدين. هنا الانديه وخصوصا الكبيره بتقول شراء العبد ولا تربيته من الاخر يعني. فبيبتدوا يجيبوا لعيبه جاهزين واسماء كبيره وممكن ما يدوش المردود اللي يعني اللي ممكن يديه لاعب صغير. هدي مثال صغير كده كلنا شايفينه، أنتوني موديست طبعا لاعب النادي الأهلي اسم كبير جدا في أوروبا، لكن واضح إن الراجل جاي يشطب في النادي الأهلي. هو دفع فيه مبلغ كبير قوي هو كده، وحتى كانت بداية تصريحاته أنا شايف إنها إلى حد كبير مسيئة للنادي الأهلي، إن هو جاي بيقول إيه أنا هلعب في مستوى أقل من اللي أنا كنت بلعب فيه لكن أنا حابب التجربة. يعني من الأول بيقول أنتوا أقل مني، ومع ذلك إحنا شايفين الراجل بيحاول وكل حاجة والنادي الأهلي بيحاول يستفيد منه لحد نهاية الموسم. لكن انا شايف انه كان ممكن جدا النادي الاهلي يدي المهاجم صاعد عنده فرصه وياخد منه احسن من اللي بياخده من انتوني موديست، وطبعا بفلوس اقل بكتير. انتوني موديست مكلف النادي الاهلي مش اقل من 2 مليون دولار، وده مبلغ كبير قوي على المردود اللي بيقدمه. وتاهل لعيبه عندك، لازم بالزبط. تاهل لعيبه عندك بالزبط. يعني انه بيبقى فيه البطولات الدوليه اللي بتحتاج منتخب قوي بيبقى محتاجين للعيبه دي، ولاعيب واثنين وثلاثه موجود، وبدل الفرقه اللي موجوده يبقى فيه زي ما حضرتك قلت تيم A وتيم B يقدر يبقى موجود في الملعب، بيبقوا حتى فاهمين فكره اللعب ومواد زي ما حضرتك اتكلمت. طب خلينا نروح للزمالك وفوزه على ابو سليم الليبي وخلاص حسم التاهل ربع نهائي الكونفدراليه. شفت اداء الزمالك ازاي؟ هو نادي الزمالك بكل تاكيد كان يعني ضامن التاهل، بس هو عايز صداره المجموعه قبل المباراه. يمكن ده اللي ادى لعيبته اريحيه نفسيه، لعبوا بنوع من الهدوء والثقه في النفس، وبالتالي ده انعكس على ادائهم خصوصا في الشوط الاول. خلصوا المباراه في الشوط الاول، انا بعيب عليهم بقى ان هم في الشوط الثاني تراجعوا كتير. المدرب الجديد طبعا البرتغالي جوزيه جوميز قال انا المسؤول عن التراجع في الشوط الثاني لان انا عملت تغييرات كتير اثرت على الفرقه، لكن هو راضي عن اداء الشوط الاول. والحقيقه انا بقول ان نادي الزمالك فعلا في الشوط الاول كان اداؤه مبشر جدا، ولكن جوزيه جوميز لسه
ما يتحكمش عليه دلوقتي. ده مدرب ما لعبش غير مباراتين، فانا اعتقد انه لسه قدامه شويه على ما نحكم عليه. لكن في كل الاحوال نادي الزمالك بتاهله المبكر قبل الجوله الاخيره من دور المجموعات، ده شيء مريح نفسيا لجماهيره ولاعبته، وهيخليهم الفتره اللي جايه عندهم ثقه ان هم يكملوا البطوله. وحظ نادي الزمالك على فكره كويس ان البطوله السنه دي اتغير نظامها، كان قبل كده بيكون بعد دور المجموعات في دور اخر بينزل فيه الخسرانين من دوري ابطال افريقيا، وبالتالي بيبقى في منافسين اقوياء جايين من الشامبيونز ليج للكونفدراليه. لكن السنه دي دور المجموعات منه للدور ربع النهائي على طول، وبالتالي المنافسين قليلين بالنسبه لنادي الزمالك على اللقب، وان شاء الله نادي الزمالك نشوفه في النهائي باذن الله. يا ريت تكلمنا عن الاصابات، اصابه زيزو امبارح كانت عامله ازاي، وهل الاصابه دي كبيره فعلا؟ على حسب تصريحات الدكتور محمد اسامه طبيب نادي الزمالك بعد المباراه، قال انها التواء في الكاحل، وان هم يعني حبوا يخرجوا زيزو للحفاظ عليه، ما حبوش يغامروا بيه يعني ان هو يكمل ويلعب على الاصابه، وده موقف كويس طبعا. وقال ان الاصابه يعني مش هتعطله عن مباراه نهائي الكاس، طبعا جماهير نادي الزمالك كلها قلقانه علشان نهائي كاس مصر اللي هيكون ما بين الاهلي والزمالك يوم 8 مارس ان شاء الله، طبعا فاضل حوالي 12 يوم تقريبا او 11 يوم. فهل الفتره دي كافيه لعلاج زيزو ولا لا؟ الدكتور محمد اسامه بياكد ان هو هيلحق بالمباراه لانه مجرد التواء في الكاحل، بس انا بقول لحضرتك ان صعب. الالتواء ده برضه بياخد وقت هل زيزو هيبقى جاهز للمباراه فنيا؟ هو ممكن يكون جاهز طبيا، لكن ممكن يكون جاهز فنيا وبدنيا، ده اللي الايام القادمه هتثبته. لكن طبعا التواء في الكاحل ده بتكون اصابه رخمه شويه، بتعمل تورم طبعا في القدم. طيب خلينا نرجع مع حضرتك لجمله لسه قايلها، وهي فكره ان احنا ما نقدرش نحكم على مدرب الزمالك جوزيه جوميز دلوقتي، لسه محتاج شويه وقت، ولكن في بارقه امل حضرتك قلتها برضو ان هو راجل تحمل مسؤوليته عن التراجع في الشوط الثاني، وده ما بيحصلش. صحيح. فدي بدايه كده بشره خير زي ما بنقول. صحيح. توقعاتك او شايف انه جوميز هيقدر يتعامل مع لعيبه نادي الزمالك ومع نادي الزمالك، لانه زي ما حضرتك قلت في الاول وفي الاخر هي مدرب، شخصيه الفريق مدرب في الملعب. صحيح. شايفه يعرف يتعامل مع الزمالك؟ هنشوف شكل للزمالك مختلف، نادي الزمالك نادي كبير وعريق ودي قاعده جماهيريه كبيره جدا، هيعرف جوميز يفرق او يسيب بصمه مع نادي الزمالك؟ انا يعني بشوف انه دايما المدربين البرتغاليين عندهم شخصيه قويه، واضح ان الراجل عنده الشخصية دي وبيتحمل المسؤولية من البداية، فدي زي ما حضرتك قلتي حاجة مبشرة. هيعمل ايه مع نادي الزمالك ده لسه ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي، ولكن انا بقول ان هو محتاج وقت. الوقت ده يعني انا شايف انه خلال بقية الموسم هيبان شغل الراجل، لكن مش شرط ان هو مثلا ينافس على الدوري، مسألة مش سهلة ان نادي الزمالك بصفقات لسه ما انسجمتش ان هو ينافس على بطولة الدوري، البطولة اللي عايزة نفس طويل. نادي الزمالك فقد نقط كتير قبل ما الراجل يجي، فاعتقد ان هو نادي الزمالك مش هيحاسبه على بطولة الدوري، وانما ممكن جدا الجماهير تحاسبه على مباراة نهائي الكاس، لان دي بطولة من مباراة واحدة امام النادي الاهلي، واعتقد ان دي هتفرق معاه جدا جدا في مستقبله مع نادي الزمالك. اذا الراجل قدر ان هو يفوز ببطولة الكاس وعلى حساب الغريم التقليدي النادي الاهلي، اعتقد ده هيبقى يعني مفتاح للرجل ان هو يدخل قلوب كل الزمالكاويه وان هو يكمل بقوه. طب لو خسر العكس هيحصل، جماهير نادي الزمالك هتبقى غير راضيه عنه بسرعه جدا. لكن انا بقول ان الراجل كسب او خسر محتاج وقت، محتاج وقت، والوقت ده علشان تبان شخصيته مع الفرقه مش اقل من 3-4 شهور، يعني بنتكلم على نهايه الموسم. طب تفسيرك ان هو جوميز ما يعني ما نزلش الصفقات الجديده او اللاعبين اللي لسه متعاقد معاهم واكتفى باللاعبين الاساسيين، ده شخصيه جوميز يعني كمدرب اعتمد ليه على القديم وما غامرش بالجديد، ولا لسه لاعب الجديد ما ولفش في الملعب مع الزملاء بتوعه؟ لا، هو طبعا جرب بعض الصفقات الجديده في اول مواجهه ليه مع الاسماعيلي كانت في الدوري، يعني اشرك عبد الله السعيد من البدايه، اشرك ناصر ماهر في الشوط الثاني، يعني اوريدي هو اعتمد على الصفقات الجديده او بعض الصفقات الجديده. البعض الاخر لسه ما عندوش الجاهزيه الكافيه، مثلا زي لاعب الوسط احمد حمدي، ده لعيب كويس وكبير لكن عنده اصابه، فبعض الصفقات الجديده لسه ما دخلتش
في الفورمه سواء البدنيه او الفنيه، لكن انا اعتقد ان هو تدريجيا ولا عشان تناغم اللاعبين يبقوا بالتاكيد واحدة يعني. بالتاكيد، وهو دي مباراه برضو خلينا نقول ان هو كان عايز منها صداره المجموعه، كانت مهمه جدا بالنسبه له. الصداره بتفرق بعد كده زي ما بقول لحضرتك في يعني في المنافسين وفي هيبه الفريق اللي بيبقى متصدر مجموعته، بتفرق بعد كده في الادوار الاقصائيه. وزي ما قلت لحضرتك السنه اللي فاتت كان النظام مختلف وكان بيبقى في منافسين جايين من دوري الابطال قبل طبعا دور المجموعات بتاع الكونفدراليه كمان، فكان بيبقى الموضوع صعب. السنه دي في بعض المنافسين القليلين قوي في طريق الزمالك لللقب، يمكن اهمهم نهضه بركان المغربي، فاعتقد ان الراجل كان عايز يضمن الصداره، يوجه رساله لبقيه الفرق المنافسه اللي ممكن تقابل نادي الزمالك في ربع النهائي، ان انا جاي متصدر وجاي بكسب خارج ملعبي. فكل ده خلاه يعتمد على العناصر المضمونه اللي هو جه لقاها اساسيه. الاعتماد على الصفقات الجديده اعتقد ان هو هيحصل تدريجي وكل اللعيبه هيدخلوا يعني. طيب نادي فيوتشر مع سوبر سبورت الجنوب افريقي تعادل، شايف حظوظ نادي فيوتشر ايه للتاهل لربع النهائي؟ ربع النهائي انا شايف ان حظوظه ان شاء الله كبيره جدا، لانه في المركز الثاني هيلعب مع صاحب المركز الثالث واللي عنده امل ان هو يصعد فريق الهلال الليبي. المباراه هتكون في مصر ان شاء الله. مودرن فيوتشر كسب الهلال الليبي خارج ملعبه في المباراه الاولى 2-1، وبالتالي ان شاء الله عنده افضليه، محتاج بس تعادل من المباراه. على لعيبه مودرن فيوتشر ان هم ياخدوا المباراه بجديه، اعتقد ان هم قريبين جدا جدا من التاهل، وده هيبقى كويس ان مصر يكون لها فريقين في ربع النهائي طبعاً. ان شاء الله نشوفهم الاثنين في النهائي او واحد منهم على الاقل، وباذن الله يكون اللقب مصري. يعني فرصنا كبيره في الكونفدراليه الافريقيه كفرق مصريه، تقييمك ليها شايف تقييم ايجابي جدا، وانا شايف انه كمان بالتحديد فرصه نادي الزمالك لانه الاكثر خبره من مودرن فيوتشر. انا اتمنى الاثنين يكونوا في النهائي طبعا، لكن انا بقول انه خبره نادي الزمالك صاحب اللقب في 2019 وعنده لعيبه خبرات كبيره قوي زي زيزو وشيكابالا وكمان عبد الله السعيد المنضم حديثا ونادي تاريخي طبعا طبعا. الحقيقه نادي الزمالك عنده تاريخ وعنده خبره تسمح لي ان هو ان شاء الله يوصل للنهائي وممكن ياخد اللقب. المنافس الاقوى بالنسبه له هو نهضه بركان المغرب المتخصص في البطوله دي واتحاد الجزائر طبعا الجزائري، الفرقتين دول هم اللي ممكن يكونوا منافسين اقوياء للزمالك. على اي حال طبعا احنا يعني بنتابع هذه البطوله الكونفدراليه الافريقيه، وزي ما حضرتك قلت فكره وجود فريقين مصريين دي حاجه تشرفنا وحاجه تبسطنا، وان احنا نشوف كمان لعبه حلوه موجوده في الملعب دي حاجه تبسطنا اكتر واكتر. نتمنى كمان ان احنا نشوف نادي الزمالك في شكل افضل ليه، لان هو يستحق ده مع وجود مدرب جديد زي جوزيه جوماز. ونتمنى برضو كمان زي ما حضرتك قلت فكره مودرن فيوتشر ان هو يبقى فيه فرق كمان مصريه تانية تقدر توصل لبطولات زي دي بالزبط. دي كمان نقطه مهمه عشان حتى يكون احنا بالنسبه لنا عندنا دوري غني وعندنا فرق مصريه كتير موجوده. بالتاكيد طبعاً بالتاكيد. وكمان عايز اقول انه النادي الاهلي الحمد لله يعني كالعاده المره الثامنه على التوالي بيوصل للادوار الاقصائيه من دور المجموعات، والسنه دي واصل يعني بدري شويه، يمكن السنوات اللي فاتت كان بيعذب جماهيره صحيح. في دور المجموعات وبيوصل بصعوبه للادوار الاقصائيه، الحمد لله السنه دي بيوصل بدري يعني الى الدور ربع النهائي ان شاء الله. هو كمان ينافس، كان نفسنا بيراميدز يبقى معاه لكن واضح ان خبراته في دوري الابطال لاول مره قليله شويه. ان شاء الله النادي الاهلي برضو يكون في نهائي البطوله بتاعت. شكرا ليك يا فندم الناقد الرياضي الاستاذ حمدي الحسيني، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. شاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف، تفضل يا دينا. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمامه بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات. يأتي ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء من مجلس أمناء الحوار، انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التواصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية. وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة مخرجات المرحلة الأولى للحوار.
تنطلق اليوم على مدار 4 أيام جلسات الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين في محاور التضخم وغلاء الأسعار ودين العام وعجز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية، وذلك استجابة لدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكرت إدارة الحوار في بيان أن ذلك يأتي انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصا الاقتصادية. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريق الساحلي غرب مدينة غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب القطاع، كما استهدفت منازل الفلسطينيين بمناطق رفح وخان يونس ودير البلح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط وأربعة جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء أن الجيش قدم في اجتماع مجلس الحرب خطة لإخلاء السكان من مناطق القتال في قطاع غزة. يأتي هذا الإعلان قبل هجوم إسرائيلي متوقع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، والتي زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها آخر معقل لحركة حماس. أعلنت مصادر فلسطينية أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا سيقدم استقالة حكومته اليوم للرئيس محمود عباس. وأضافت المصادر أنه سيتم العمل على تشكيل حكومة كفاءات جديدة تضم كافة الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن أولويات الحكومة الجديدة تتمثل في وضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، وخطة ثانية لإدخال إصلاحات على النظم الإدارية والمالية والقانونية للسلطة الفلسطينية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أسقط 2 من الطائرات المسيرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد فوق جنوب البحر الأحمر ضمن إجراء للدفاع عن النفس. وأضافت القيادة المركزية أن قوات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح إحدى ناقلات النفط الأمريكية يوم السبت الماضي. وأوضحت القيادة المركزية أن الهجوم لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات. ورياضيا، خيم التعادل السلبي على مواجهة الاتحاد السكندري أمام ضيفه البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة 14 من الدوري الممتاز لكرة القدم. وفي نفس الجولة تعادل نادي فاركو مع ضيفه طلائع الجيش بهدف لكل منهما، وبهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 7 نقاط إلى أنه ما زال بالمركز 18 والأخير بالدوري المصري من 12 مباراة خاضها بالدوري، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 19 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب وله مباراة مؤجلة. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.72 عام من الفن والثقافة والإبداع والسينما احتفى بيهم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، واللي بيعتبر واحد من أعرق المهرجانات السينمائية المصرية اللي انطلقت فعالياته من أيام. في الحقيقة المتابع لحالة السينما في مصر والعالم العربي هيعرف يعني كويس جدا ما هو المركز الكاثوليكي للسينما، وإزاي بيكرم كل سنة أهم الأفلام والأعمال، وإزاي بيبقى ليه نظرة مختلفة عن باقي يعني المنظمات السينمائية إن صح التعبير أو المهرجانات السينمائية اللي بتكرم ربما بناء على مقاييس ليها علاقة بأخلاقيات الأسرة المصرية، و يعني المفروض يعني الفيلم يعني ما ينبغي أن يكون عليه الفيلم المصري حي. خلينا نتكلم أكتر عن فعاليات الدورة الأخيرة بصحبتنا الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان
مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما. صباح الخير يا فندم واهلا بك، منور في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ مصطفى المحترم، وصباح الخير استاذه جمانه محترمه. ربنا يجعل دايما ايامنا عظيمه زي ما سمعنا في الاغنيه، ومصر عظيمه باهلها بناسها. يعني اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عن النسخه الاخيره، عدد الافلام المشاركه، يعني الفعاليات اللي صاحبت افتتاح المهرجان في هذه النسخه. حضرتك ما قلت في الاول، احنا 72 سنه اقدم مهرجان في الشرق الاوسط ومصر، وقدمنا افتتاح المهرجان من اجل ارواح شهداء غزه، شهداء الارض المقدسه، لبنان، اليمن، كل الاماكن قدمناه مخصوص. وكان في اغنيه غنتها الفنانه الشابه ياسمين علي وزاره الميدان وعملناها مخصوص، يعني قدمنا اليوم دوت حتى كلمات حضرتك اللي قلناها كلنا كمسؤولين رئيس الرهبنه وسفير الفاتيكان وانا ذكرنا فيها بالفعل وطلب اللي بيحصل في غزه وكده، وطالبنا العالم كله انه يكون هو يتحمل المسؤوليه. هذه مسؤوليه الاباده اللي بتحصل، مسؤوليه العالم كله. يعني حضراتكم كمان اهديتم الدوره للشهداء بفلسطين، وكمان رفعتم شعار السلام والفضيله. لو حضرتك تكلمنا يا فندم عن هذا الاهداء وهذا الشعار. احنا قدمناه مخصوص لان وكان ده شعار الدوره السنه دي، لان طبعا حركه قومي مهرجان، وفي في المنطقه الشرق الاوسط او في العالم في احداث كده وناس عبريه بتروح، كان لازم يكون هذا الشعار لان كلنا نقدمه تضامنا معاهم. واجمل حاجه لو المهرجانات كلها في العالم لما بتيجي تقدم هذا من اجل كاهداء للشهداء بتفرق قوي، لان بتصحي العالم كله، حتى اللي ما كانش بيهتم لا يبتدي يهتم. طب ليه؟ طب ما احنا لازم كمان نتكاتف مع بعض، ايه اللي نقدر نعمله مع الناس دايما ونقف معاهم، الناس اللي بالفعل المظلومين المهجرين وغيره. وحتى الاهداءات والكلمات اللي اخذوا جوائز كان رياده سينمائيه او بتاع فني او اي جائزه، كتير منهم صراحه ذكر هذا، لانه يعني بالنسبه لنا كلنا بنهتم بهذا الموضوع، شعب اخ لينا بيحصل له هذا الحدث اللي بيحصل له، كلنا حزان على ما بيحدث. فمهرجان المركز الكاثوليكي دايما بتهتم بمعايير مختلفه، ربما يعني بنشوفها في مهرجانات تانية او فعاليات تانية بتهتم بمعايير تجاريه. انتوا بتهتموا بدور الفن، الدور الاسري المصري، القوى الناعمه، تاثير الفن على المجتمع. كلمني عن تقييمك لهذا الامر في ضوء كلمتك اللي القيتها يا فندم. بالظبط، حضرتك شايف ان المهرجان السينما ينتمي الى جهه دينيه، الرهبنه فرانس كان بمصر، وطبعا احنا لازم يكون لنا معايير مختلفه عن اي مهرجان. حتى لو اعترض بعض النقاد قال ما فيش حاجه اسمها سينما نظيفه او لازم حريه الابداع وكده، احنا بنقول له احنا كجهه دينيه بنشجع الافلام تجاريا من 1 يناير ل 31 ديسمبر حسب المعايير اخلاقيه انسانيه فنيه، بمعنى ان لو لقينا فيلم خد الحقيقه كل الفيلم مبني على كده بنرفضه تماما مهما كان فنيا عالي جدا، او انه بيدخل في السياسه ويهين شخص بعينه، او اي يتطرق لدين او اي كلمه او اهانه في دين او غيره. دايما احنا بيهم جدا ان الفيلم يقدر تشوفه حتى الاسره نفسها حضرتك، عشان كده كمان اهتمامنا حتى في الدراما. لو تلاحظ حضرتك في الجوائز اللي اديناها في الافتتاح كل عام، وعملنا حتى ندوات للدراما، ادينا عن تحت الوصايا للفنانه منى زكي والفنان محمد دياب، وادينا رساله الامام للفنان خالد النبوي. فندم الحقيقه يمكن حضرتك تحدثت عن يمكن معايير المهرجان نفسه، لكن بالنسبه للمكرمين في هذه الدوره، الدوره 72، لو حضرتك تكلمنا عنهم يا فندم ومعايير اختياركم للشخصيات المكرمه. حاضر، احنا دايما في حضرتك زي ما سالتي ان الاختيارات لينا في المركز الكاثوليكي بنختار طبعا كل اللي بنختارهم اللي يستحقوا مقيمه وقامه فنيه، ودايما نحاول نحط في الاعتبار اشخاص منسيين، يعني هم يستاهلوا التكريم بس منسيين، يعني من هتلاحظ من ثلاث اسماء على الاقل وغيرهم تقريبا منسيين في التكريمات، زي الفنان ناجي سعد، الفنان جميل بسوم. دي لفته نبيله جدا يا ابونا طبعا. نعم، دي لفته نبيله الحقيقه. ده احنا صدقني ده احنا على المسرح كتير بكوا، يعني منهم الفنان راحل محمود الجندي، الفنان محمود ابو حسن، الفنان سوربان، بكوا على المسرح قالوا احنا اول مره حد يكرمنا، واحنا فرحانين يكرمنا في حياتنا مش بعد ما ماتنا يكرمونا. فبتفرق معاهم حضرتك لما يعني اللفته دي البسيطه، يعني دي اصل اللفته كمان مش باسم المركز بس، دي باسم الجمهور، اللي الجمهور بيتمتع باعمالهم، بنقول له احنا مع الجمهور
بنديك هذه الجائزة، احنا فاكرينك بنشكرك وعرفان بالجميل ان احنا بندي حضرتك هذا الاهداء البسيط ان عشان نشجع حضرتك، وشكرا على اللي انت اديته لنا مدى تاريخك. وبنعمل دايما تكريمات منوعة، حتى بنشوف اشخاص ممكن يكون مرضى او غيرهم. كان عندنا الريادة السينمائية للفنانة مجدة زكي والفنان احمد فؤاد سليم، الفنان سامح السويتي والفنانة هالة صدقي. كان عندنا ابداع فني الموسيقار العالمي نادر عباسي والكاتب العظيم عبد الرحيم كمال والفنان عماد رشاد والمدير التصوير احمد المرسي، كل واحد ليه دور جميل. وفي جائزه الاعلام كانت للدكتور عمرو الليثي، وفي جائزه كانت للمخرج الكبير شريف عرفه، والفنان ناجي ليه جائزه، والفنان جميل برسوق كان ليه جائزه. كل شخص منهم بالفعل يستحق التكريم ويستحق الاشاده بكل اعمال اللي عطوه. وفي دايما حضرتك ده يعني المركز عنده هذه اللفته جائزه تشجيعيه السنه دي للفنان الشاب طه دسوقي، حاله خاصه طبعا. تمام، لفت نظري ان حضرتك قلت رساله الامام، رساله الامام اللي بيتكلم عن الامام الشافعي، مسلسل يكرم في فعاليات المركز الكاثوليكي للسينما، تعليقك؟ الرسالة هامة جدا وجميلة جدا حضرتك، ودور اللي أدى بالفعل الإمام الشافعي. احنا دايما في اختياراتنا ما بنبصش على اللي الموضوع بيناشد أو بيواجه أو بيتكلم عن دين إسلامي أي دين، احنا شايفين الرسالة جميلة جدا ويستحق التكريم. وده كمان حصل معانا قبل كده، حضرتك عملنا احنا ندوه كامله عن الخواجه عبد القادر. فدي دايما المركز بيهتم بهذه الاشياء اللي بيبقى فيها عداله موضوعيه كبيره جدا، بنشوف الحاجه تستحق دايما بنديها تكريم صراحه وبنشجعها، لان احنا عايزين اعمال زي كده، وخصوصا يكون اعمال زي كده بتهمنا كلنا، وهتكون في رمضان ان شاء الله زي ما تعودنا كل سنه، ان دايما نشجع هذه الاعمال، لان الشعب والناس والمشاهدين عاوزين اعمال دايما جميله، مش بس اعمال كوميديه واعمال دراميه، لا كمان في اعمال دينيه انسانيه بتوصل رساله للمجتمع، بتفكرهم بناس يمكن هم ناسيين، يمكن ما يعرفوش عنهم حاجه، في تعاليم جميله وراء هذا المسلسل الناس تقدر تستفاد منها في الشهر الكريم وعلى مدار السنه. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، شكرا جزيلا لحضرتك. مع اقتراب شهر رمضان الكريم تم الاعلان عن افتتاح اكثر من 100 معرض من معارض اهلا رمضان حتى الان في كل المحافظات المصريه. المعارض دي فيها خصومات بتوصل لنسبتها من 15 لغايه 30%. يمكن كنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه حلقتنا عن معارض اهلا رمضان، خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على الهاتف دلوقتي دكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجاريه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر، كل سنه وحضرتك طيب. طبعا صباح الخير يا فندم، وكل سنه ومصر طيبه يا فندم. شكرا لحضرتك. السلع اللي بتشملها المعارض المنتشره اللي تم تدشينها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، إيه الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان في السنة دي تحديدا، وإيه الجديد اللي موجود؟ يمكن الموضوع نرجع لورا شوية، لأن الشغل كان بقاله فترة طبعا، دي كانت توجيهات من فخامة الرئيس بتوفير أجود السلع بأرخص الأسعار والأهم في كافة ربوع مصر. فدولة رئيس الوزراء شكل مجموعة عمل، معالي وزير التموين، معالي وزير التجارة والصناعة، معالي وزير الزراعة، وزير التنمية المحلية، فالمجموعة بالكامل في شراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص ابتدينا في الأول منافذ في عواصم كل محافظة 27 محافظة، ثم بدأنا نتوسع في المراكز الرئيسية في كل المحافظات. يمكن النهاردة وصلنا ل 107 مش 100 بس، وان شاء الله سنستمر في افتتاح منافذ اخرى. الاهم السنه دي الساده المحافظين مشكورين، مش بس وفروا الاراضي والكهرباء والنظافه والحراسه، وفروا مساحات للتخزين. احنا قبل كده كان بيحصل ان احيانا بيحصل تهافت ففي سلع بتخلص، على ما نبتدي نحلها ونجيب مكانها كان بيبقى في نقص. السنه دي الحمد لله في اماكن للتخزين، وبالتالي طول الوقت السلعة متوفرة بكافة أنواعها بكافة الكميات. إلى جانب هذا، دولة رئيس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي كان في اجتماع امبارح، سيتم توفير مليار و300 مليون دولار لتوفير العملة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية. دي ما هياش
الحاجه اللي هتعجل، ولكن انا الميزه عندي ان السلعه دي موجوده في المواني، وبالتالي انا بفرق فورا وهتخفض لي الاسعار، لان الافراج ده هيبقى بالسعر الرسمي للدولار. وبالتالي من هنا لحد رمضان هنلاقي انخفاض مستمر في الاسعار، ابتدينا نشوفه دلوقتي في اسعار الجمله وبيتزايد يوم بعد يوم لما بيسمع في الاسعار التجزئه. تمام. في نفس الوقت احنا بناخد السلعه مباشره من المنتج والمستورد الى المنفذ، فبالتالي بوفر تكاليف الشحن المتكرر. بالظبط. بوفر التكاليف لتاجر الجمله وتاجر نصف الجمله، فدي بتديني خصومات اضافيه. بالظبط. الحمد لله قادرين نوصل لاقل من 30% من اسعار السوق السعريه، واللي عاوز اكد عليه ان السلع الموجوده في المنافذ هي نفس السلع الموجوده في كافه ربوع مصر. طيب انا عندي سلاسل تجاريه فيها اهل رمضان، وعندي مجمعات استهلاكيه سواء مجمعات وزاره الدفاع، الداخليه، التموين، التنميه المحليه، دي يعني فروع هامشيه او فروع اصغر، وعندي المعارض الرئيسيه بتاعت اهل رمضان، الفرق بين كل حاجه من دول ايه؟ مفيش اي فرق، نفس الاسعار ونفس السلع، الفرق بيبقى يمكن عدد المعروضات وحجم المعروضات. النقطة كلها حضرتك هي شراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص، كافة آليات الدولة مفعلة، القطاع الخاص واقف في ظهر الدولة وفي ظهر المواطن، الجميع بيعمل كمنظومة متكاملة. عندنا فوق ال 2000 قافلة متجولة بتروح القرى والنجوع عشان أوصل لأبناء مصر في كافة أماكنها. احنا مغطيين من حلايب لمرسى مطروح للعريش، وكل يوم هناك افتتاحات جديدة، معالي المحافظين مع السادة رؤساء الغرف بيقوموا بافتتاحها. إنما ده بيتكامل كله مع بعضه، وهي نفس السلع بنفس الأسعار. طيب دكتور، حضرتك ذكرت خلال حديثك أنه متوقع أنه يحصل انخفاض تدريجي في أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان وخلال شهر رمضان، بما أنه هيتم الإفراج عن السلع الغذائية اللي موجودة حاليا في الموانئ بالفعل متواجدة زي ما حضرتك ذكرت، وبالنظر لنسبة الخصم الموجودة في معارض أهلا رمضان اللي هي بتقل حوالي 25-30% عن الأسعار الموجودة حاليا، سؤالي لحضرتك يا فندم، هل مع انخفاض الأسعار في السوق بره هتنخفض أيضا الأسعار وهتنعكس في السلع الموجودة في معارض أهلا رمضان بنفس نسبة الخصم؟ معارض أهل رمضان هي بتقدم خصومات من 15-30% على حسب نوع السلعة، أقل من سعر السوق. يعني لو سعر السوق انخفض هتنزل معاه. والدولار بينزل بيسمع في أسعار الجملة خلال أسبوع تقريبا، بعدها بأقل من أسبوع يبتدي يسمع في أسعار التجزئة. طب مع نزول الدولار اللي نزل نزلة جامدة جدا في الفترة اللي فاتت، وعلى حسب نسبة المكون الأجنبي في السلع، يعني أنا عندي سلع مستوردة بالكامل زي الفول زي الزيت، دي هيبان فيها الاثر جامد جدا. تمام. في سلع نسبه المكون الاجنبي 15-20%، وبالتالي الهبوط هيكون اقل، ولكن هو لما بشد اسعار السوق كلها الى اسفل السلع البديله لازم تنزل حتى لو ما كانش في سبب لنزولها. تمام. طيب اضمن منين ان بعض تجار التجزئه يخش ياخدوا بضاعه بشكل كبير، فده يضر بالمواطن اللي المفروض ان هو يستفيد بهذه السلعة، وخصوصا انك بتقول ان يعني هي بتقل بنسبة 30% لان هي بتيجي مباشرة من الـ من الـ من المصنع او من الجهة المصنعة. دي بقى بنمسك العصاية من النص. احنا مع السادة المحافظين ومع مدير الامن مانعين اقتراب، مش بس انتظار، اقتراب عربيات الربع نقل والنص نقل، لان ده اللي شفنا دي الآلية اللي كان بياخدوا بيها البضاعة. في نفس الوقت ما ينفعش واحد يدخل ياخد 5 كراتين زيت، يعني ده ممنوع، ولكن احنا بنراعي ان اللي جاي يشتري جاي من قريه رايح المركز يشتري. ما هو ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، انا جاي مثلا وجايب لقرايبي، جايب هعرفها ازاي؟ حضرتك يمكن الخبره بتاعه مديري المنافذ بيبان مين اللي جاي يشتري للعيله كلها، لانه بيشتري التوليفه كامله من احتياجاته. التاجر بيجي يشتري الحاجة اللي عليها الخصم العالي جدا. فلما بلاقي واحد جاي داخل على السلع ذات الخصومات العالية فقط، ده تاجر. اللي جاي بيشتري التوليفة بتاعت احتياجات الأسرة حتى لو كمية كبيرة، أنا براعي إن ده
جاي بيشتري لاولاده لجيرانه لاخواته، وهو جاي من قريه مأجر عربيه عشان يشتري المجموعه بالكامل. يعني دكتور علاء، دي نقطه طبعا مهمه جدا، خاصه انه احنا داخلين على شهر رمضان، وفي ناس يعني اللي بيبقوا حابين ان هم يساعدوا في شهر رمضان بيقدروا يعملوا كراتين رمضان، الناس دي برضو بتروح تشتري كميات، فهل ده حضرتك احنا السنه دي لغينا كراتين رمضان كمبدا لسببين. نمره واحد، الكرتونه لوحدها فيها 15 جنيه كرتون، المواطن اولى ان هو ياخد سلعه بهدف، بس في ناس بتنزل يا فندم هي بنفسها تجمع المكونات بتاعت الكرتون. اقول لحضرتك اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا كغرف من موارد الغرف بنطبع صكوك مؤمنه، ودي بتتسلم للاولى بالريعه من خلال الساده المحافظين بناء على الداتابيز البنك المعلومات بتاع وزاره التضامن اللي عارفه مين الاسر الاولى بالرعايه. فدي يعني لا جدال فيها، وما بنوزعش كراتين. المواطن من حقه ان هو يشتري، لو انا عاوز اجيب لبن، عاوز اجيب جبنه، انا ليه حسب احتياجه، زيت ورز. يعني النقطه ان المواطن من حقه ان هو يشتري اللي هو عاوزه، وهي اسهل حتى في التوزيع. بالنسبه للمواطنين او للشركات اللي هم عاوزين يوزعوا، وزاره التموين عامله نفس القصه، بتدي صكوك مؤمنه وتوزع، وبيقدر ان هو يستبدلها يا اما من المنافذ او من المجمعات. صكوك مؤمنه يا فندم بمعنى انه بيبقى بقيمه معينه توزع ويشتري بيها اللي هو عايزه. احنا عاملين صكوك ب 100 و200 و500 على حسب الاسلوب التوزيع. صحيح. على اي حال جهد مشكور من الدوله المصريه، بتتكاتف في كل الاجهزه، بتتكاتف في منافذ، من منافذ الداخليه امان، من منافذ الدفاع وطنيه، من منافذ وزاره التنميه المحليه، التموين، السلاسل التجاريه الكبرى اللي مشاركه فيها بارتيشنز او يعني قائمه معروضات لاهلا رمضان، الفروع الكبيره لاهلا رمضان اللي منتشره في جميع ربوع الجمهوريه، جهد كبير من الدوله المصريه في وقت اعتقد ان هيبقى فيه الاقبال غير اي سنه فاتت على معارض اهلا رمضان. بنشكرك يا دكتور. حضرتك نسيت جهه هامه جدا دكتور يا فندم، وهي الاعلام. ايوه الاعلام. احنا مجرد وسيط بتوصيل هذه الرساله. بالزبط. لان يا فرحتي ان انا عملت المنافذ وما وصلتش للمواطن المعلومه انها موجوده. صحيح. فاحنا بنقدم بالشكر الاعلام بكافه الياته للدور الهام والقومي اللي بيقوم بيه. احنا بنشكرك يا دكتور، دكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاريه، شكرا جزيلا لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. شدينا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. هي أنه من أكتر القطاعات أو الملفات اللي الدولة المصرية مهتمة بيها جداً ملف التعليم. وزارة التربية والتعليم شغالة في الوقت الحالي على تطوير مرحلة الثانوية العامة اللي احنا بالنسبة لنا للشعب المصري هي البعبع اللي كلنا بنخاف منه، كل الأسر بتخاف منه. هذه الوزارة، وزارة التربية والتعليم، شغالة بشكل كبير جدا عشان تخفف الضغط على الطلاب، وإنه يكون عندهم فكرة أكبر للدراسة والتعلم والفهم، ونتخلص من آفة الحفظ والتلقين اللي للأسف عانينا منها لسنين طويلة. صحيح. احنا شفنا على مدار سنوات طويلة جدا إن الدولة المصرية بتحاول كل فترة يعني تدي طابع مختلف لمرحلة الثانوية العامة. التطوير الجديد اللي هيتم هيعتمد على وضع نظام أكثر عدالة، ونحط تحت أكثر عدالة دي شرطتين ثلاثة، لأن احنا هنشوفه يعني هيبقى أكثر عدالة إزاي، هتطور الثانوية العامة إزاي، هتطوره من خلال نظام هيرتكز على مجموعة محاور أساسية، أبرزها مثلا إقرار مسارات تعليمية مختلفة، هيبقى في مجموعة طبية هندسية وخلافه، هيبقى في نظام مختلف للتقييم هنتكلم عنه، هيبقى في نظام للساعات المعتمدة هنتكلم عنها. الثانوية العامة في شكلها الجديد هيبقى عامل ازاي؟ هتقدر الدولة المصرية تطبق هذا الأمر ازاي؟ تفاصيل كتيرة جدا عن الثانوية العامة بصحبتنا النهاردة الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي هيكلمنا عنها في استوديو صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك يا فندم. مصطفى، صباح الخير يا جمال، صباح الخير على كل المصريين، وكل عام حضراتكم بخير. حضرتك اهلا بحضرتك. وناخد عندنا اكتر من حاجه، اول حاجه اقرار مسارات تعليميه مختلفه، ونحط تحتها خطين ثلاثه، ما هي ابرز هذه المسارات؟ طيب قبل ما نتكلم عن المسارات عايزين نعرف السياق العام اللي احنا هنتكلم فيه. طبعا الثانويه العامه بتشغل بال ملايين المصريين، كل سنه عامله اشكاليه وعامله بعبع زي ما جمانه قالت لكل المصريين. طيب
الرئيس في مؤتمر حوار الوطن الاخير اقر ان احنا نعمل اوجه ان احنا نعمل مؤتمر قومي لتطوير المرحله الثانويه. طب ويسبق هذا المؤتمر ان احنا نعمل حوار مجتمعي زي ما حضراتكم شايفين النشاط السياسي في الدوله والحركي ان اي حاجه في الدوله بنمشي من خلال الحوار المجتمعي عشان نصل الى افضل الاراء. طيب قبل ما نعمل المؤتمر هنعمل حوار مجتمعي وبعد كده نعمل المؤتمر نقر فيه التعديلات ديت. من ابرز التعديلات ديت اللي هي اقرار المسارات. طب ليه احنا بنعدل او بنعدل في الثانويه العامه او بنعمل تطوير في الثانويه العامه؟ بهدف تحقيق مجموعه من الاهداف. اول حاجه يا فندم اللي احنا نقضي على بعبع الثانويه العامه. اللي احنا نخفف العبء على كاهن الطلاب واولياء الامور. الاهم بقى اللي احنا نمكن الطلاب من المهارات الحديثه في العلوم الحديثه اللي بتمكنهم من العمل في سوق العمل والتنافسيه الدوليه. احنا دلوقتي سوق العمل ما بقاش محلي. انا ما بنافسش نفسي، لا انا بنافس الدول الخارجيه والدول المتقدمه. وحضراتكم عارفين ان اي شاب في اي دوله دلوقتي مش شرط ان هو يشتغل في الدوله بتاعته، يمكن هو قاعد في الدوله بتاعته في مصر يشتغل في شركات عالميه في امريكا واوروبا. فانا عايز الطالب بتاعي يطلع محمل بهذه المهارات اللي بتمكنه من العمل في الشركات الدوليه وان هو يعني يكسب بيه العمله الصعبه. طيب اول ملمح للتطوير يا فندم هو تعدد المسارات. دلوقتي الوضع الحالي هو زي ما حضراتكم عارفين علمي، علم علوم وعلم رياضه والادبي. طيب هنا دلوقتي في تطور في الحياه المعاصره، ما بقاش فيه العلوم الكبيره، بقى فيه تخصصات علميه دقيقه داخل كل فرع. فهنا جت الفكره اللي احنا نعمل حاجه اسمها المسارات. المسارات بتعني ان انا هيبقى عندي اكتر من مسار، مثلا يعني مسار علوم طبيه، مسار علوم هندسيه، مسار فنون، مسار انسانيات. تمام؟ طيب المسارات ديت كل مسار هيبقى ليه مواد خاصه بيه بتؤهل الطالب لدخول الجامعه. طيب هل المسارات ديت معناها ان كل طالب هياخد مواد مختلفه تماما عن المواد الثانيه في مسارات اخرى؟ لا، في مواد اسمها الجذع المشترك اللي هي هتبقى موجوده في كل التخصصات، زي يا فندم زي مواد اللغات، زي مثلا التربيه القوميه، زي التربيه الوطنيه، زي مثلا الاحصاء والاقتصاد. فبالتالي ديت عباره عن مواد جذع مشترك هتجمع بين هؤلاء الطلاب. المسارات ديت الميزه اللي فيها اللي احنا هنعمل تطوير للمناهج. طب قبل ما اتكلم على التطوير، احنا وصلنا لفين في تطوير المناهج في مصر؟ خلي بالك احنا ماشيين بخطه ممتازه، واول مره اشوف في تاريخ اصلاح التعليم المصري اللي احنا بنمشي بخطه علميه 100%، اللي احنا بدانا التطوير صح من اول مناهج رياض الاطفال في 2018 ووصلنا بالتطوير لغايه صف السادس الابتدائي حاليا. خلال الثلاث سنين الجايين هنطور ان شاء الله مناهج المرحله الاعداديه وبعديهم مناهج المرحله الثانويه. طب لما نطور الثانويه العامه ده متوقع ان يبدا التطوير امتى؟ من اول بعد ثلاث سنين لما يصل قطار التطوير الى الصف الاول الثانوي. خلي بال حضرتك احنا في تطوير المناهج عاملين زي البناء الهندسي. لما نيجي نبني بيت بنأسس من تحت ونطلع فوق فوق فوق، كل حاجه مترتبه على اللي قبليها. حتى تسلسل المناهج طبيعي. بالظبط يا فندم، انا المناهج دي يعني مترتبه على بعضها البعض تراكميه، كل منهج في صف اعلى مترتب على الصف اللي قبله. فانا هنا عشان ابدا التطوير في الثانويه العامه هنتظر اللي انا هطور السنه الجايه اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي، اولى ثانوي، هنا بقى هيبدا تطوير مرحله الثانويه العامه. هنا هطور المناهج من ناحيتين، اول حاجه يا فندم ان المناهج دي هتتسق زي ما استاذه جمانه قالت مع المناهج المطوره في المراحل السابقه. تاني حاجه ان انا هربطها بالمناهج بتاعه الجامعات والتخصصات الحديثه في الجامعات. حضرتك دلوقتي تسمع عن تخصصات حديثه زي الذكاء الاصطناعي مثلا. فبالتالي لازم المناهج بتاع الثانوي تؤهل الطالب بتاعي لمناهج الجامعه. طيب تاني حاجه في المناهج ديت لازم ان هي تراعي العلوم الحديثه زي الذكاء الاصطناعي. خلي بال حضرتك مش شرط الذكاء الاصطناعي ادي للطلاب علم رياضه فقط او علم علوم فقط، انا يمكن ادي ملامح ليها حتى لطلاب الشعب. يعني هو متداخل في كل المجالات، لازم تكون ثابته. بالظبط، انا بستخدم الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، المعلم يمكن يستخدم الذكاء الاصطناعي في اعداد الدرس، اي حد في الاعلام في اي حاجه يمكن استخدم الذكاء الاصطناعي. يبقى انا هنا براعي العلوم الحديثه، براعي المواد اللي هي متطلبه في الوقت الحالي زي رياده الاعمال، براعي اللي احنا نطور بقى المناهج بحيث ان هي تكون مناهج تكامليه. احنا ايه اشكاليتنا في المناهج الحاليه؟ ان هي مناهج منفصله. يعني ايه مناهج منفصله؟ كل ماده منفصله عن الثانيه. طب التوجه الحديث في تصميم المناهج العالميه اللي انا بعمل المناهج كلها مهما اختلف نوعها حوالين قضايا بنسميها قضايا قوميه الكبرى. احنا عندنا قضايا قوميه في مصر، مشكله التصحر، مشكله نقص الطاقه، نقص المياه والكلام ده كله. فانا بوظف كل ماده من المواد بتاعت سواء كيمياء، فيزياء، احياء، انجليزي، عربي، كل الكلام ده في خدمه القضيه ديت. فانا بقى هنا بعمل حاجتين،
بنمي ما يسمى بالتفكير التكاملي لدى الطالب، بديله نظرة كلية للموضوع للظاهرة. تاني حاجة بنمي قدرته على الإبداع وعلى البحث عن المعلومات وعلى الوصول ليها بنفسه وعلى حل المشكلات. طب أنا النهاردة دخلت المجموعة الطبية مثلا، وبعد ما خلصتها ما جبتش مجموع أو ما حسيتش إنها على هواية، أو دخلتها مجبر من أبويا وأمي وعايز أخش إعلام وعايز أخش معهد السينما، ينفع؟ بص يا فندم، هو أصلا أنا ما ينفعش في التنسيق إلا نحصر الطالب في كليات معينة. تمام؟ هو أي نعم في كليات مميزة لكل مسار، بس ده ما يمنعش إن هيبقى في كليات تانية يمكن الطالب يقبل فيها زي النظام مثلا الحالي. ما أنت عندك مثلا علم علوم في كليات الطب وطب الأسنان والطب البيطري والصيدلة إلى آخره، بس ده ما يمنعش إن الطالب مثلا يمكن يخش إعلام، يمكن يخش اقتصاد وعلوم سياسية. فهنا بديله فرصة أو أولوية أو ميزة في مواد معينة أو كليات معينة يخش فيها، ما ينفعش أي مسار تاني يخش فيها، وفي نفس الوقت هيبقى في كليات عبر المسارات. يعني احنا كمان بنقول ان هي يعني مناهج تراكمية. طيب عايز حضرتك هرجع تاني لفكرة المسارات. حضرتك قلت انه هيبقى في مجموعات مختلفة، يعني مش زي ما احنا بالنسبة لنا اللي حافظينه علم علوم علم رياضة أدبي. ايه اللي هيحصل؟ حضرتك بتقول دلوقتي في مجموعة طبية اللي هي حسب ما انا فاهمه اكيد هتدرس المواد الطبيه المتعلقه بالطب عشان يدخل طب ايا كان المجال المتعلق بالطب. المجموعه الهندسيه نفس الكلام، الرياضيات وما الى ذلك. الانسانيات دي هل هي نفس فكره الادبي؟ بالظبط يا فندم، قريبه جدا من فكره الادبي. ايه اللي اختلف بقى في التقسيم ده؟ يعني هل هندخل مواد جديده؟ لان حضرتك بتقول في مجموعه مثلا مجموعه تطبيقيه، هل في مواد جديده هتدخل؟ هل ده هي فكره تطوير المناهج؟ لسه قايل من شويه ان في بعض بالظبط كده، في بعض المواد هتخش زي رياده الاعمال وغيرها. والاهم انا بالنسبه لي كتربوي، الاهم بالنسبه لي من بس رياده الاعمال ممكن تكون زي ما حضرتك قلت من مواد الجزء المشترك. تمام يا فندم، بس انا هقول لحضرتك، انا بالنسبه لي كتربوي نظريتي للمناهج تختلف عن نظريه الشخص العادي. انا بالنسبه لي تطوير المناهج في كل مسار ده عمل عظيم جدا. بمعنى بكل تاكيد انا يا فندم بسال على فكره زياده المجموعات. انا طبعا تطوير المناهج دي نقطه مهمه جدا. اكيد بكل تاكيد، يعني حتى لو فرضنا اصل احنا مش معلش احنا مش هنجيب العجله ومش هنخترع العجله من جديد، فبالتالي حتى المواد اللي هي موجوده لو انا طورتها بنفس المسميات يبقى ده انجاز عظيم جدا. خلي بال حضرتك احنا بنعاني اشكاليه حاليا من المناهج. المناهج عندنا للاسف، وهو ده اللي خلى الدولة المصرية تتنبه إلى ضرورة التطوير، كان يمكن نغض الطرف ورغم التحديات اللي احنا شايفينها في الدولة المصرية، لكن الدولة حاطة إيديها على التعليم وعايزة تطور جميع أطراف طبعاً. المنظومة التعليمية. طب أنا عندي مناهج، احنا إيه المناهج الوضع الحالي؟ اللي احنا بندرس في الغالب التاريخ العلمي. جيب يا حضرتك أي مادة دراسية هتلاقي جايبين التاريخ بتاعها، طب فين بقى الواقع الحالي للمادة؟ أنا يهمني اللي أنا أكسب الطالب المعارف المختصة بالمادة اللي هو يقدر يطبقها في الواقع ويفسر بيها الواقع. فانا يكفيني ان انا اطور في المناهج وده انا اكسب الطالب من خلال هذه المناهج مهما كانت هذه المناهج القدره على التفكير، القدره على الابداع، القدره على الابتكار. يبقى انا حققت عمل عظيم، وان انا انمي في نفس الوقت شخصيه الطالب. يبقى انا هنا حققت ما يسمى بنواتج التعلم ومستهدفه من التعليم ككل. تمام، نخش على المرحله الثانيه من مرحله التغييرات وهي مرحله التقييم. كان عندنا نظام او اشكاليه اسمها نظام الفرصه الواحده، هو يعني يا صابت يا خابت. بالزبط. ممكن الواحد يبقى عيان، ممكن يبقى حصل له ان مثلا والده توفى فيخش يبقى كل اللي ذاكره ضاع في يوم واحد. النظام ازاي هيبقى موزع على ايام السنه؟ احنا هنعرف ان في الترم والميد ترم، هل هيختلف عن كده كمان؟ طيب قبل برضه ما اتكلم على نظام الفرص المتعدده عايز اشيل النقطه من مميزات التطوير يا استاذ مصطفى، اللي احنا هنعمل نظام ثابت للثانويه العامه على مدى سنوات. طب ايه الواقع حاليا؟ لو حضرتك بصيت لنظام التقييم في الثانويه العامه خلال الاربع سنين اللي فاتت كله نظام الفرصه الواحده، لكن هتلاقي كل سنه نظام تقييم مختلف. مثلا بدايه من 2020 كان نظام البوكلت. نظام البوكلت معناه ان انا بجيب الطالب كراسه فيها اسئله مقاليه موضوعيه وهو يجاوب في الكراسه دي ويسلمها، بعد كده صح بشكل يدوي. طب 2021 بدايه التطوير في هذا الدكتور طارق شوقي، ايه اللي حصل؟ فجاه اللي انا جبت الامتحان 100% اسئله اختيار متعدد ويتم تصحيحها بشكل الكتروني. طيب هنا ايه اللي حصل؟ ان انا طورت في الاسئله وان هي بتقيس نواتج عقليه عليا مع ثبات المناهج القديمه، فده عمل دروب للطلبه. تمام. طيب 2021 استمر الوضع على ما هو عليه، لا في 2022 اسف استمر الوضع على ما هو عليه، اللي انا بجيب 100% من الاسئله بنظام اختيار متعدد وتصحيح بنظام البابل شيت الكتروني. طب لما مسك دكتور
رضا حجازي في 2023 بدا يستجيب للمطالب بتاعتنا، وانا كنت احد المطالبين في مصر اللي احنا نرجع تاني الاسئله المقاليه، فرجع الاسئله المقاليه بنسبه 15% والاسئله الموضوعيه ب 85%. الاسئله المقاليه تصح بنظام الروبريكس، الاسئله الموضوعيه بنظام البابل شيت والتصحيح الالكتروني. السنه دي حضرت مؤتمر صحفي مع معالي الوزير، اول حاجه قالها في المؤتمر قبل الدراسه اللي احنا ان شاء الله هنثبت نظام التقييم. هنا في اشكاليه اللي انا ادخل الطالب ولي الامر كل سنه ما يعرفش نظام التقييم ايه، دي بيعمل بلبله. تمام. طيب الميزه بقى في التطوير اللي انا من الاول السنه او خلال السنوات فيما بعد اقرار القانون ان شاء الله يبقى كل اولياء الامور والطلاب عارفين الامتحان جاي امتى وهيجي ازاي، يبقى دي الاشكاليه اتحلت. طيب نظام الفرصه الواحده اللي احنا بنتكلم عنه ده ايه عيوبه؟ زي ما حضرتك تفضلت وقلت كده، دوت كان احد العوامل اللي بتثير الفزع والرعب في نفوس اولياء الامور والطلاب، اللي انا احدد مستقبل الطالب التعليمي كله في امتحان يعقد خلال اسبوعين ثلاثه بالظبط، كل ماده في ساعتين ثلاثه. طب افرض الطالب حصل له اي ظروف، ايه اللي ادى بالكلام ده؟ ادى الى ايه؟ اللي انا زودت العبء على اولياء الامور والطلاب، اللي انا خليت المعلم الخاص بايديه ان هو يبتز الطالب، ان هو يجي له ساعه المراجعه النهائيه ويعمل له مثلا في الاسبوع خمس ست مراجعات وياخد منه فلوس قد كده. طب نظام الفرص المتعدده هيقضي على هذه المخاوف، بمعنى اللي انا هخلي الطالب همنحه، خلي بال حضرتك الوزاره برضك طرحت افكار عامه لكن اليات التنفيذ لسه لم تقر بعد. عشان كلها افكار عامه. بالظبط يا فندم، حتى معالي الوزير قال في المؤتمر اللي احنا هنخلي او هنخلي المركز القومي للامتحان التقييم التربوي يعمل دراسات مسحيه على مستوى العالم عن نظم التقييم في الثانويه العامه ونشوف افضلها للتطبيق على مصر. على مصر. فانا هنا همنح الطالب اكتر من فرصه للتقييم بحيث اللي انا من ناحيه اخفف القلق والضغط عليه وعلى اهله، اللي انا اخفف من عيب الدروس الخصوصيه عليه وعلى اهله. طب في نقطه جوهريه احنا كطالبين بس ننتبه اليها، ايه هي يا استاذ مصطفى؟ انا دلوقتي بيمتحن الطالب يخش امتحان اخر السنه بيمتحن 50 سؤال في الماده كلها، صح؟ طب عارف يعني ايه تعاد فرصه التقييم او التقييم؟ اللي انا همتحن الطالب مثلا مرتين ثلاثه كل مره ب 50 سؤال، ده معنيين مختلفين. معنى ايه؟ اللي انا بتاكد تماما ان الطالب اكتسب جميع جوانب الماده الدراسيه اللي انا حطيتها له، وده عمل لو تعلمون عظيم في الناحيه التربويه. طيب خليني اخيرا اسال حضرتك عن فكره نظام الساعات المعتمده، ده بنسمعه ممكن في الجامعات بس في ثانويه عامه؟ لا ولا حتى في ثانويه عامه. هو فندم مش هيبقى نظام الساعات المعتمده، الساعات المعتمده عندنا في الجامعات، هو في نظام مشابه ليه في الثانويه العامه ان شاء الله هيبقى نظام اسمه الاسراع التعليمي. يعني ايه الاسراع التعليمي؟ معناه اللي انا عندي طالب عنده امكانيات عقليه غير عاديه، ليه اللي انا اخليه يمشي اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي؟ احنا لسه عندنا حاله طفل كده من قيمه كده 3 شهور، كان طفل نابغه في سته ابتدائي طلعناه اولى جامعه. تمام. طيب انا عندي بنشوفه بره على فكره كتير يا فندم، بنشوف ناس دخلت 14 سنه كانت في الجامعه يا فندم، ده بره بقاله 100 سنه النظام ده، خلي بال حضرتك. يبقى هنا النظام ده الاسراع التعليمي بس يا استاذ مصطفى دوت بيطلب تعديل تشريعي طبعا، فاحنا هنا هقر هذا النظام اللي انا اعمل نظام الاسراع التعليمي الطالب المتطلب يضغط السنوات كلها بالظبط، ان انا اخليه يقفز كذا سنه، وبالتالي هنا ايه اللي بيحصل؟ ان انا بخلي يعني ممكن ياخد الثلاث سنين اعدادي في سنه واحده يمكن، واخد بال حضرتك؟ فانا هنا بعمل طبعا الطالب ده بيخضع لاختبارات عقليه واختبارات نفسيه عشان الناحيه النفسيه مهمه جدا، واختبارات في المواد التعليميه المختلفه، فبالتالي هنا الطالب بخليه يخرج لسوق العمل في وقت مبكر، ينفع المجتمع، يبقى عنده قدره على الابداع. طيب الطالب هنا لو انا متفوق وقاعد مع زمايلي اللي هم اقل مستوى مني، ايه اللي بيحصل؟ الطالب ده مش متفوق بقى، الطالب ده عبقري. المتفوق معناه ان هو بيحصل على مجاميع عاليه كل سنه، لكن الطالب عبقري معناه ان هو بيتجاوز مستوى تحصيله السنه الحاليه لمستوى زمايله اللي في سنوات دراسيه اعلى. فالطالب دوت لو انا قعدته مع زمايله في نفس السنه بعمل حاجه اسمها الهدر التعليمي والتربوي. الطالب يحس ان هو قدراته وطاقاته مهدره في الارض. واستنزفت اهله واستنزفت بالظبط يا فندم، زي كده لاعب كوره كبير بلعبه مع ناشئين، ما ينفعش، لازم العبه مع المرحله السنيه بتاعته. طبعا احنا نشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات، وفي انتظار يعني الشكل النهائي ان شاء الله لتطوير مرحله الثانويه العامه. بشكرك طبعا شكرا جزيلا دكتور تامر شوقي الخبير التربوي، نورتنا في صباح الخير يا مصطفى. شكرا لك يا دكتور، ويعني في الختام ليا كلمه صغيره عايز اقولها، احنا بنشوف نظام التعليم البريطاني او الثانويه العامه البريطانيه اللي هي الاي جي، بنشوف الثانويه الامريكيه. مصر من حقها انها تطمح، المدرسين المصريين هم اللي علموا الوطن العربي كله، من حق ان مصر يبقى ليها ثانويه عامه مصريه معتمده بشكل يضاهي
أنظمة التعليم الأجنبية، ويمكن هي تكون أيضا على غرار يعني هذه الشهادات، ويعني تستمر يعني في تقديم هذه الرسالة مش بس داخل الجمهورية أو أراضي الجمهورية ومدارس الجمهورية، ممكن تبقى كمان إن شاء الله جاي أجمل، وإن شاء الله متوقع كل الخير في النظام الجديد. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. إن شاء الله بكرة هنكون معاكم في نفس الميعاد من 7 ل 10 وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير والسعادة عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.